مع التطورات المتلاحقة التي شهدها المجتمع المصري تزايد انفتاح المرأة على كثير من شؤون العمل العام، والتحقت بأعمال ومهن كانت حتى وقت قريب مقصورة على الرجال. الليلة نلتقي مع نموذجين للسيدات اللاتي عملنا في مهن رجالية، أولاهما تعمل سائق التاكسي والأخرى تعمل في سن السكاكين. نتحاور معهما حول تجربتيهما وأسباب اتجاههما إلى هذا العمل الشاق والصعوبات التي تواجه كل منهما في عملها. في الفقرة الثانية من حلقة الليلة تأتيكم بعض الأخبار، ونتحدث فيها عن مبادرة مستقبلنا في إيدينا التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الشباب من الالتحاق بالمجالس المحلية في مختلف المحافظات، حيث نتعرف على هذه المبادرة وأهم تفاصيلها وأسباب لجوء الدولة إليها في الوقت الراهن، ونتناقش مع ضيفينا حول أهم الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه والمشاريع الداعمة للمبادرة والنجاحات التي حققتها والمعوقات التي تواجهها أيضا، كما نتعرف على جهود بعض المشاركين في المشروع ومشاركاتهم في هذه المبادرة والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المشاركين بشأن إنجاحها. خلوني أخذ حضراتكم في جولة إخبارية تبدأ من الأهرام. الحياة تدب في قناة السويس الجديدة، سفينة أو بعد عبور 54 سفينة المجرى الملاحي وبدء تطوير ميناء شرق بورسعيد خلال أيام. في اليوم التالي لافتتاح قناة السويس، دي التفاصيل، وإعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن بدء التشغيل، بدأ أمس وبصورة رسمية عبور القوافل الكاملة في القناة الجديدة، حيث استقبل المجرى الملاحي 54 سفينة من المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، من بينها 22 سفينة عبرت من المدخل الجنوبي و32 من الشمال، وذلك بعدما أصبحت قناة السويس الجديدة قادرة على استقبال أي أعداد من السفن ذات الحمولات والغواطس الكبيرة دون انتظار في منطقة البحيرات، موضحا أنه في حال زيادة أعداد السفن عن 49 سفينة فستتراوح فترات الانتظار بين 3 و4 ساعات فقط، وذلك بدلا من 11 ساعة قبل افتتاح القناة الجديدة. اللواء محمود متولي، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازاي حضرتك؟ مؤسس الصالون البحري وصاحب الخبرات الطويله. استاذ يعني سياده اللواء، يعني طبيعي اني اسال حضرتك عن دلالات افتتاح القناه، معنى هذا الخبر، رؤيتك كخبير لاهميه التطوير الذي تم لقناه السويس سواء فيما يتعلق بالقناه الجديده او القديمه وتعميقها وزياده الغاطس الخاص بها. هو سيادتك النهارده أثبت عمليا للعالم بالكامل أن القناة تعمل بكفاءة، وأن المشروع قناة الجديدة أو قناة الجديدة الموازية أصبح داخل الخدمة الفعلية، وابتدت نتائجه تظهر على النقل البحري العالمي، وده شيء طيب جدا. إن فور انتهاء الاحتفالات صحيح بدأنا في العمل، وهذا هو المطلوب من الشعب المصري. أما فيما يختص بالبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس فده شيء عظيم جدا، واحنا منتظرين دار الهندسة تعرض بقى اللي اوت بتاع المشروع أو المكيت بتاع المشروع. تمام يا فندم. وتبدأ دار يعني يبدأ التنفيذ، لأن من المخطط أن تيجي 200 شركة عالمية تتقدم لهذا المشروع اللي بيوفر مليون فرصة عمل لشبابنا، فإن شاء الله يعني يعني احنا متوقعين يا فندم أنه مع زيادة تدفق السفن إلى القناة هيكون هناك بالتوازي العمل في تنمية محور القناة وإنشاء المناطق اللوجستية والاستثمارات والمشروعات المنتظرة إن شاء الله. تتقدم في مشروع تميت محور قناة السويس كل ما هيزداد عدد السفن للإقبال على المشروع صحيح. وبالتالي زيادة عدد السفن إن شاء الله تكون زيادة تدريجية لتصل في 2023 إلى 98 سفينة. 2023 تصل إلى 98 سفينة في اليوم، القافلتين شمال وجنوب سيادة اللواء. أيوة فندم، 98 سفينة، وإيراد القناة هيزيد بنسبة 258%. الغواطس الآن في القناة سيادة اللواء قادرة على استيعاب كل السفن الشحن العملاقة، ولا محتاجين في وقت مستقبلي ان احنا نعمق المنسوب اكتر ويبقى في تطوير ايضا؟ هو في الحقيقة احنا في وحدة اقتصادية محترمة جدا في قناة السويس،
بتدرس التطور في النقل البحري العالمي وفي أحجام السفن، وبتحدد توقيتات تنفيذ التطوير التدريجي علشان يبقى دراسة الجدوى الاقتصادية قائمة. فإحنا التطوير مستمر، والتعميق والتكليك والصيانة مستمر لمجرى القنال. فإن شاء الله يعني هي عملية مستمرة بإذن الله، وبتستهدف رفع كفاءة القناة وتقديم خدمة للنقل البحري العالمي. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمود متولي مؤسس صالون البحري. أخذ حضراتكم لخبر آخر من الوطن. البيئة، نتعاون مع الصين والهند وسويسرا في مجال التغيرات المناخية. قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن هناك تعاونا ولقاءات تتم مع عدد من الدول الكبرى فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والاستعدادات الجارية لمؤتمر باريس في نوفمبر المقبل. وأشار إلى أنه التقى الوزير المعني بالتغيرات المناخية الوزير الصيني، الذي أكد على سعي الصين لتقديم دعم إلى أنشطة التكيف والتخفيف للبلدان النامية وللقارة الإفريقية المتأثرة سلبيا بالمتغيرات المناخية. وقد أكد فهمي أنه سيظل يدافع عن إفريقيا لتحقيق العدالة معها من حيث تحمل كل دولة لمقدار الانبعاثات التي تصدرها، مشيرا إلى أن غازات الكربون والاحتباس الحراري المتسبب الرئيسي فيها هي الدول الصناعية والدول التي تسمى دول باذخة النمو. طيب، من المصري اليوم، التعليم العالي بدء تنسيق الشهادات المعادلة الأسبوع المقبل. أعلن السيد عطا المشرف العام على التنسيق رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي بدء تنسيق طلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال عطا إن باب التنسيق سيفتح من خلال مكاتب التنسيق الورقية ومعامل التنسيق الإلكتروني معا. وأضاف المشرف العام على التنسيق أنه لا يوجد تعارض بين إجراء تنسيق الشهادات المعادلة بالتوازي مع التحويل من الجامعات لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة. من موقع مبتدأ، النقض تلغي عقوبة أكثر من 1000 متهم في قضايا سلاح. قررت محكمة النقض إلغاء عقوبات أكثر من 1000 متهم تقدم بطعون أمام المحكمة على أحكام صادرة ضدهم من محاكم الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد في قضايا حيازة أسلحة. وقال المستشار فرغلي زناتي نائب رئيس محكمة النقض إن إلغاء أحكام المتهمين جاء إعمالا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا منذ عدة شهور بإلغاء القانون الذي أصدره المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، والذي نص على حبس كل من اتهم بحيازة الأسلحة بالسجن المؤبد. وأوضح زناتي في بيان له اليوم أن المحكمة الدستورية أقرت العمل بالمادة 17 التي نصت على تقدير قاضي المحاكمة للعقوبات الصادرة ضد المتهمين بحيازة السلاح لتصل إلى 3 أشهر. من مبتدأ أيضا، المنصورة الثانية محليا والتاسعة عربيا في تصنيع الويبو ميتريكس. أظهرت نتائج مؤشرات الويبو ميتريكس الأخيرة الصادرة في الأول من أغسطس للعام الحالي تقدم الترتيب العالمي ل 18 جامعة مصرية حكومية. وفي النتائج الأخيرة للتصنيف جاءت جامعة المنصورة في المركز الثاني محليا والتاسع عربيا، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم الأسكندرية وأسيوط وعين شمس. شيء جيد انه الحقيقه جامعاتنا تتقدم في التصنيف. نتمنى ان شاء الله كمان انه مؤشرات البحث العلمي تتقدم. معانا الاستاذ حسين الجوهري، عضو اللجنه الاعلاميه بجامعه المنصوره. مساء الخير يا فندم. مساء النور شريف. ماذا يعني حصول جامعه المنصوره على المركز الثاني في هذا التصنيف؟ هو بالفعل الويب ميتريكس تقدمت بترتيب جامعه المنصوره الثانيه محليا والتاسعه عربيا. جامعة المنصورة قبل كده برضو مجلة تايمز صنفتها من 98 على مستوى العالم من الجامعات اللي عمرها 50 سنة. الفكرة كلها ان جامعة المنصورة بتسعى ان هي تنزل للمرحلة الاولى، تبقى في المرتبة الاولى. زي ما حضرتك عارف المرتبة الاولى، المرتبة الاولى محلية؟ محلية، هي بتسعى محليا وعربيا. مين المرتبة الاولى محليا يا استاذ حسين دلوقتي؟ جامعة القاهرة. تمام. فهو الدكتور محمد إناوي رئيس جامعة المنصورة النهاردة استقبل المستشار العلمي والتكنولوجي للجامعة علشان يهنوه النهاردة بحصول الجامعة على ترتيب متقدم في التصنيف الويب ميتريكس للجامعة. الدكتور محمد إناوي يعني عامة بيسعى ان هو ينزل الجامعة تبقى مرحلة اولى، لان جامعة المنصورة زي ما حضرتك عارف يعني اخذت مركز تاني، يعني نزلت من مرحلة عالية لمراحل متقدمة جدا. كويس.
دي حاجة. الحاجة الثانية دكتور محمد برضو يعني مأكد لنا احنا حتى كشباب وكأعضاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ودكاترة ان كله يسعى ان الكل يسعى لحاجة هي البنية الأساسية للجامعة طبعا. لأن البنية الأساسية للجامعة هي اللي هتنزل الجامعة للمرتبة الأولى اللي كلنا المفروض بنسعى علشانها. هو المعايير لها علاقة بالبنية الأساسية ولا لها علاقة بالبحث العلمي وعدد الابحاث اللي بتنشر بالضبط في دوريات علميه عالميه؟ ايه معايير هذا التصنيف؟ لانه انا في حاجه تانية وزاره البحث العلمي اعلنت عنها، اكاديميه البحث العلمي طبقا للمؤشرات وعدد الابحاث اللي بتخرج، وضعت مثلا جامعه العلوم والتكنولوجيا في مدينه زويل في المركز الاول كاكبر ناشر دولي في مصر رغم قله عدد الباحثين فيها. ايه الفرق بين ده وبين ده يا استاذ حسين لو توضح للساده المشاهدين؟ طيب حضرتك هي جامعه المنصوره بتفتح ابوابها لكل الباحثين سواء محليا او عالميا. كويس. فالجامعه المنصوره بتهتم زي ما قلت لحضرتك بالبنيه الاساسيه، لان البنيه الاساسيه هي اللي بتساعد كل واحد ان هو يجي يقدم ورقه او ان هو يقول لك انا هبقى في جامعه المنصوره. فبتقدم ابحاث، بتقدم مبادرات، بتساعد شباب كتير على انها تفتح لهم مجالات كتير زي مجال الاعلام وزي مجال الطب وغيره وغيره وغيره. بتبدا حتى ان هي تمرن طلبه، بتبدا ان هي يعني تاخد الطالب او تاخد الشخص اللي متقدم في الجامعه ان هي تاخده من اول الطريق وتفضل ماشيه معاه لحد ما توصله لمرحله كويسه. هو ده يمكن اللي بيميز جامعه المنصوره عن اي حد. وهو دكتور محمد يناوي رئيس جامعه المنصوره قالها لنا كلمه، احنا بنعمل كل ده علشان حاجه واحده بس، علشان نبني البلد دي، علشان نوصل لمرحله كويسه نقول جامعه المنصوره قدرت تعمل حاجه في البلد. يعني حاجه جامعه المنصوره بيشار ليها بالبنان. يكفي الحقيقة يعني يا أستاذ حسين كلية الطب ومراكزها الطبية المتخصصة اللي حولتها إلى عاصمة طبية ليس لمصر فقط ولكن من أهم المراكز الطبية في الشرق الأوسط وفي العالم، سواء كان مركز الكلى دكتور مركز محمد الكلى أو مركز الجهاز الهضمي أو مركز الأورام. يعني الحقيقة مجموعة مراكز متميزة، العيون، المستشفى الباطنة غيرها. احنا بنحييكم وبنشد على ايديكم وبننتظر المزيد، وانه فعلا جامعه زي المنصوره عمرها اقل من 50 سنه، يعني هي في السبعينات طلعت الجامعه، وانها تتقدم بهذا الشكل وتكون واحده من اكبر جامعتين في مصر ثم يكون لها هذا الترتيب، فده شيء الحقيقه لازم نشد على ايديكم ونحييه. ونشكر الدكتور محمد قناوي وحضرتك وكل القائمين على جامعه المنصوره. موقع وزاره الاوقاف، الاوقاف تحذر من الالتحاق بمعاهد الجامعات الجامعات والجمعيات وتؤكد سنطبق قرار مجلس الوزراء بغلق المعاهد غير المرخصة. حذرت أو غير المعتمدة وزارة الأوقاف جموع المواطنين من الالتحاق بمعاهد الجامعات والجمعيات التي تعمل خارج إطار القانون بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وتؤكد أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لغلق جميع المعاهد غير المعتمدة من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف. ويأتي هذا التحذير باعتبار أن تلك المخالفات تصب في صالح تغذية الفكر المتطرف وتوقع الملتحقين بها في مخالفة القانون والعمل خارج إطاره، وأن الأوقاف ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات والمخالفين. طيب دكتور أشرف فهمي، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ربنا يبارك في حضرتك. خطورة هذه المعاهد فعلا التابعة لجمعيات وغير تابعة للأزهر وغير خاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، يعني ممكن تخرج لنا داعية حقيقي وشكله إيه إذا خرج يعني، وإيه الإجراءات اللي ممكن تتخذ ضدهم دكتور أشرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين وبعد. فهذا التحذير من وزارة الأوقاف يؤكد لنا تأكيدا صريحا أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو نشر الفكر الوسطي المعتدل. ومثل هذه المعاهد ومن على شاكلتها في الجماعات والجمعيات يعلوها كثير من الضبابية وعدم الشفافية وعدم الوضوح. أولا لأننا لا نعرف من يدرس في هذه المعاهد وما الشهادات التي حصلوا عليها وهل هم مؤهلون للتدريس أم لا. ثانيا أننا لا نعلم ماذا يدرسون، ما هي المناهج التي يقومون بالتدريس في هذه المعاهد. تمام. وهذا أمر في غاية الخطورة. تمام. لأن هذه الكتب وهذه المناهج تبث أفكارا مسمومة للدارسين، وبالتالي فهو طريق لنشر العنف والتطرف والأفكار المتشددة والمتطرفة التي تشوش الأفكار على الجماهير وعلى الطلاب. إيه الإجراءات اللي ممكن الوزارة تاخدها قانونيا أو قانونا دكتور أشرف؟ أولا
ما أصدره مجلس الوزراء الإغلاق الكامل لهذه المعاهد الغير معتمدة والغير مرخصة من الوزارة أو من الأزهر الشريف. ممتاز. وحتى لا يظنون أن الوزارة تتعنت، نحن نقول لهم من يريد أن يرخص معهدا فله شروط، عليه أن يتقدم بأوراقه إلى وزارة الأوقاف، وأن يعتمد في هذه المعاهد مناهج الأوقاف المعروفة والتي يشرف عليها ويكتبها علماء الأزهر الشريف الوسطيون. من هنا أستاذ الشريف أقول ونحذر جميع الملتحقين بهذه المعاهد الغير معتمدة، وأنهم سيوقعون أنفسهم تحت طائرة القانون وتحت المخالفة، وحتى لا يقع أحد في هذه المشاكل وفي هذه المخالفات، نحن ننبه من باب النصيحة، فالدين يدعونا إلى النصيحة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صحيح. دكتور أشرف بدوي مدير عام التفتيش الدعوي بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نعود إلى موقع مبتدا مرة أخرى. دميان، 42 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب بعيدا عن الجهات السيادية. أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية، أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبا، وبنسبة زيادة 31% عن العام المالي 2014-2013، لتصل بذلك إلى 178 مليار جنيه، وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات الماضية، خاصة إذا ما قورنت بالعامين الماضيين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%. يعني دي بشرة خير الحقيقة. الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ المالية، مساء الخير يا دكتور. أهلا بك يا فندم، مساء النور. كيف تقرأين هذا التصريح وهذه الزيادة دكتورة بسنت؟ والله هي الزيادة شيء إيجابي للغاية، بس يا ريت كان معالي الوزير برضو دانا تفصيل الزيادة دي جت من فين؟ يعني هل هي أرباح الشركات زادت ولا هو قدر يحصل متأخرات؟ لأنه طبعا حضرتك عارف السوق منكمش. صحيح. فإذا كان هو قادر يحصل متأخرات دي حاجة كويسة جدا، لأن كلنا كنا بننادي إن في متأخرات كتيرة قوي للضرائب على شركات وعلى رجال أعمال. وفي عجز الموازنة اللي احنا فيه ده يجب إنه يتعمل مجهود أكبر بكتير في تحصيل المتأخرات. فلو كان بس معي الوزير كان ادانا يعني تفصيل أكتر، هل هي نتيجة تحصيل متأخرات ضرائبية ولا نتيجة زيادة أرباح الشركات؟ نتمنى الاثنين، يعني زياده دكتوره بس يعني ان شاء الله يمكن الناس اللي يعني اللي ما كانتش بتدفع ضرائب اولا دفعهم، ويكون في بشره خير كمان، وان المصانع ارباحها زادت او الشركات ارباحها زادت. بشره خير جميله، بس يا ريت بقى لو ده كده يبقى ان احنا برضه نعمل مجهود نشوف المتاخرات ونلمها، لانه ده هيسهم في الموازنه. سؤالي ده كان لحضرتك، ده هيسهم في تقليل عجز الموازنه دكتوره بسنت؟ طبعا الا اذا كان بقى اتصرفوا اول باول، لكن لازم ان موضوع عجز الموازنه ده عالي ولازم نشتغل عليه، مهم قوي. يعني بخبره حضرتك ايه الاجراءات او البنود اللي ممكن نواجه بها هذا العجز دكتوره بسنت؟ تخفيض الانفاق الحكومي، مش الانفاق العام، الانفاق الحكومي. يعني ان الوزارات والهيئات تخفض من تكاليفها، اعاده النظر في موضوع الصناديق الخاصه وضمها للموازنه العامه. حتى اذا كان في قوانين بتمنع نطلع تشريعات وقوانين جديده. احنا عملنا ثوره، احنا في وقت من الاوقات خدت فلوس الناس ووزعناها على الناس، فدي فلوس الدوله. نعيد النظر في موضوع، نعيد النظر ايضا في موضوع الحجم الهائل لعدد المستشارين. يعني لازم الحكومه تحاول تخفض تكاليفها بقدر الامكان، مع انها تزود ايراداتها. طبعا لو فعلنا قانون الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، ده ممكن يجيب ايرادات كويسه قوي للدوله. ففي اجراءات كثيره نستطيع ان احنا نقلل عجز الموازنه، لانه عجز كبير. تفتكري يعني المجموعه الاقتصاديه شغاله على ده ولا؟ اتمنى. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي، وبشكر حضراتكم على متابعة هذه الفقرة. بعد الفاصل نرحب بضيفينا لنبدأ ثاني فقرتنا في هذه الليلة ومع الناس.
بعد ما شهدته مصر من تحولات اجتماعية الحقيقة كان الشباب أحد أهم الأطراف الفاعلة فيها، لم يعد فكرة تمكين الشباب طرف بل أصبحت واجب. اللحظة التي تسعى الدولة إلى الوفاء به ويحاول المجتمع التعبير عنه في صورة آليات وطرق جديدة لتمكين الشباب. آخر تلك الآليات كانت مبادرة مستقبلنا في إيدينا اللي بتسعى وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الشباب من خلالها إلى تمكين الشباب من المجالس المحلية، سواء من خلال التوعية بالحقوق والواجبات أو من خلال التأهيل الفعلي عبر مشروعات تأهيلية وتدريبية متنوعة. حول هذه المبادرة أهم عناصرها مكوناتها بتدور فقرتنا الثانية في حلقة الليلة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذة رندا البيطار مسؤولة مشروع مستقبلنا في إيدينا بوزارة الشباب لنتعرف منها على أهم مجهودات الوزارة. أهلا بك أستاذة رندا. أشكرك وهنتكلم كتير لكن خلينا كمان نرحب بضيفنا الأستاذ إبراهيم حسين. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، مدرب وأحد المشاركين بالمشروع. تمام، هنتكلم عن التجربة أيضا ووصلتوا لفين يعني. طيب أستاذة رندا بداية معاكي طبعا. إيه الموضوع؟ أنا بس أحب قبل ما أبدأ كلامي إن أنا أحب أهني الشعب المصري وأهني شبابنا وأهني أنفسنا بافتتاح قناة السويس اللي اندلت بتدل على إن المصريين قادرين على إن هم مهما حصل ومهما عانوا من مشاكل وأزمات فهم قادرين على إن هم يوصلوا بلدهم لبر الأمان. وبعد ما كنا بنقول إن إحنا حضارة 7000 سنة ونقول حضارة 7000 سنة بقينا دلوقتي نقول قناة السويس. فدي ليها تأثير رائع وجميل. بالنسبه لمبادره مستقبلنا في ايدينا دي، ايه دوافع اطلاق المبادره واهم محاورها؟ تدينا فكره. هي مبادره مستقبلنا في ايدينا الهدف الاساسي ان الدوله بتقول ان احنا بتاكد رساله ان في شراكه ما بيننا وما بين منظمات المجتمع المدني في برامج تؤهل وتمكن الشباب بتمويل مصري. دي كانت حضرتك عارف ان في بعض منظمات المجتمع المدني ابتدت كانت تنشق وبتدخل في اساليب لتدمير الشباب، جزء منها طبعا بالذات يعني اللي كان بيحصل على تمويل خارجي وما الى ذلك. فتكاتفت الجهود الدوله على ان نخلي منظمات المجتمع المدني ليها هدف اساسي وهو تمكين الشباب من خلال تمويل مصري. تمويل مصري. تمكين الشباب من ايه؟ عايزين نوضح. تمكين الشباب من العمل العام والعمل السياسي بصفه عامه. في المحليات، في البرلمان، الشان العام، ان هو يكون مشاركه ايجابيه وفعاله في نهوض بمجتمعه كويس. المصري. بصراحه هي شراكه ما بين وزاره التضامن هي صاحبه الفكره ومعانا وزاره التنميه المحليه ووزاره الشباب والرياضه. ومين اللي بيدفع؟ وزاره التضامن. تمويل مصري مع منظمات مجتمع مصري. والشباب واخد الشو يعني وزاره التضامن. لا مش مساله الشو والله، هو كلنا متوحدين بفكره واحده وهي تمكين الشباب. ودي سياسه الوزاره عامه وزاره الشباب ان هي بتدعو وهدفها الاستراتيجي الاساسي تاهيل واعداد وتاهيل وتمكين الشباب للمشاركه الفعاله في العمل العام ايا كان بقى برلمان، مشاركه في ان هو ممكن يبقى رئيس مجلس مركز شباب، رئيس مركز، رئيس في منتدى شباب، رئيس مركز في التعليم المدني في المنشآت التابعة اللي عندنا، رئيس قطاع، مدير عام، بس احنا بنأهلهم ان هم ياخدوا الدورات والخبرات اللي تأهلهم ان هم يبقوا قادة المستقبل. نقدر نقول ان المبادرة صفحة جديدة في علاقة الدولة بالشباب مثلا؟ والله علاقة الدولة ما انقطعتش مع الشباب. يعني انا من وجهة نظري كوزارة شباب احنا ما انقطعناش ولا انفصلنا عن الشباب. احنا سياستنا وبرامجنا بتحس على العمل الشبابي، يعني احنا سن الشباب من 18 ل 35 احنا بنشتغل من النشء. يعني احنا عندنا برلمان الشباب بنشتغل من 10 سنين لغايه 18 سنه. وبنشتغل كتنشئه وطنيه من 8 سنين. ان احنا بنرسخ فيهم قيمه الولاء والانتماء. وطبعا دي انا هترك حته التنشئه الوطنيه دي لابراهيم لان هو من شباب وزاره الشباب اللي اهلتهم وده تمكين شباب. يعني ده مثال لوزاره الشباب مؤهله مجموعه من الشباب شارك في انشطتكم المختلفه. بالظبط، يعني هو اصبح مدرب ومنشط كمان. ممتاز. وبيشتغل معانا في برامج كتيره جدا. هايل. طيب ابراهيم ممكن تقول لنا ازاي عرفت بالمبادره يعني مستقبلنا بايدينا لتمكين الشباب من المحليات يعني، وبالتالي كان في على طول حرص منك على الالتحاق بيها ودورك فيها يعني؟ بدايه هو يعني انا عرفت ازاي؟ عرفت عن طريق الوزاره وعن طريق الموقع على الوزاره بالمبادره نفسها، لان انا بشتغل مع الوزاره في برامج تدريبيه كتير. كويس. فده كانت البدايه ان انا عرفت من خلال ده. وفي نفس الوقت يعني حبيت ان انا اكون من المشاركين لان
يعني مشروع قومي زي ده وبيدعمه ثلاث وزارات كبيره في مصر، وانا شايف ان دي حاجه جديده ان كذا وزاره تكون بتشتغل على مشروع قومي مع بعض. يعني كنا دايما نسمع كل حاجه لوحدها، مفيش حد بيشتغل في جزء منعزله يعني طبعا. فالفكر ده نفسه ان يكون في اكتر من مكان واكتر من وزاره واكتر من هيئه وفي المجتمع المدني بجمعيات ومؤسسات اهليه، حاجه جديده بالنسبه لي. انا شايف ان دي حاجه انطلاقه قويه ان احنا نبدا نتحرك منها. فده كان فكره ان انا حبيت ان انا اكون موجود في المكان. ممتاز. في البدايه برضو كنت حابب اقول حاجه خاصه بتمكين الشباب. يعني انا بما اني بشتغل في برامج كتيره منها التعليم المدني ومنها برامج تثقيفيه كتير، فشايف ان فكره تمكين الشباب ان معنى تمكين الشباب ان انا ابدا في الاول ان انا اعمل لهم معرفه ووعي، ان هو يبقى عنده الفكر والمعرفه بالحاجه اللي هو داخل عليها. وخصوصا احنا بنتكلم في المبادره بتاعتنا مستقبلنا في ايدينا عن الوعي للشباب في الشان العام، ان هم ازاي يشاركوا في المجتمع بشكل عام. والامر مفتوح لكل الشباب من كل الشرائح، ولا بتختاروا شباب معين بتتوسموا فيهم القدره على ان هم يكونوا قاده فكر وبالتالي يتقدموا للمحليات وللبرلمان وما الى ذلك؟ مهم النقطه دي نفهمها يعني يا سوريا. تمام. هو بدايه اي حد يجي يقدم، ولا انتوا بتختاروا، ولا في لا 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 هي مفتوحه. هي الفكره ان هو بيبقى مفتوح ان كل الناس تيجي تقدم، ولكن المبادره نفسها بتمشي بمراحل معينه. هي المرحله الاولى بتاعت الخاصه بالمبادره ان احنا كمجموعه تم اختيار 300 فرد كمدربين ان هم يبداوا يدربوا الشباب بعد كده، لان الشاب بيبقى اكتر ان هو يوصل للشباب. فدي كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه ال 300 دول هيبداوا يدربوا 40,000 على 800 ورشه تقريبا. ال 800 ورشه دي على مستوى المحافظات مصر كلها، بتغطي جميع الشباب في كل المحافظات والقرى والنجوع والاحياء والمدن والمراكز بجميع الاتجاهات بتاعتها. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بعد ما بندرب ال 40,000 ال 300 اللي بيدربوا ال 40,000 في المرحله الثالثه، ال 40,000 دول كل واحد فيهم بيبدا يختار في المنطقه اللي هو فيها في المكان اللي هو فيه حوالي 100 فرد يبدا يعمل لهم نوع من انواع التوعيه بالفكر الخاص بالمبادره. دي حاجه. طيب احنا بنقول في الاول يعني هو اتصال مباشر بيهم في المنطقه يعني الخاصه بيه، في المحيط بتاعه، في سكنه، في المحيط بتاعه، في سكنه. ممكن يكون ال 100 دول يعني في جزء منهم من اهله ومن اصحابه ومن معرفته. مش كتير تفتكر شخص يقدر هو حلم. يعني هو هدف الاساسي للمبادره هو ال 40,000. بس احنا بنحلم ان احنا نوصل ل 4 مليون ياخدوا توعيه، مش يبقوا مشاركين، لا توعيه في المشاركه الفاعله والايجابيه في العمل العام. حلم ويا رب يتحقق. فلكن الاساسي ان احنا بندرب المرحله الاولى زي ما ابراهيم قال ال 300 مدرب دولت جبناهم من وزاره التضامن الاجتماعي مدربين. انتوا دلوقتي لسه بتدربوا 300 مدرب؟ احنا دربناهم خلاص، عملنا لهم المرحله الاولى والمرحله الثانيه ودربناهم. ايه اهم محاور البرنامج او اللي كنتوا حريصين انتوا تزودوا به المدربين اصلا؟ هو حضرتك ان كان المنشطين عامه اساسا شغالين في العمل الاجتماعي وليس العمل في المحليات او الشان التخصصي في المجال السياسي قوي. فكان التركيز كله ليهم كتدريب على المحليات، ازاي يعمل يدرب الشاب اللي عايز يدخل المحليات، ازاي يعمل موازنه للحمله الانتخابيه بتاعته، ازاي يعمل برنامج يعرضه للناس على ان هم يتم اختياره، ازاي ان هو كمان يبقى في تواصل ما بينه وما بين المواطن في عرض مشاكله. لان الهدف كله ان احنا نقول ان الشباب هم قادة المستقبل. صحيح. فلازم نأهلهم عشان يدخلوا في المحليات، لان المحليات دي هي الاساس. اساس في كل شيء. هي المطبخ. بالظبط. بس هو السؤال لحضرتك والاستاذ ابراهيم، اخذ رايكم انتوا الاثنين. مصر مش شريحه واحده، يعني فيها طبيعه جغرافيه وطبائع قبليه، الصعيد له ما يميزه، البحري، القاهره. هل مضمون المبادره وطريقه التدريب واحده في كل الامور، ولا بتطوعهم المضمون طبقا للحيز الجغرافي يا استاذ ابراهيم؟ وبعدين اسمع رمدا. بدايه هو طبعا احنا في مرعال ده كبير قوي، بسبب ان اول حاجه ال 300 اللي تم اختيارهم اختاروا المجموعه منهم من جميع المحافظات. كويس. لان اكتر حد يقدر ينزل يشتغل في مكان هو اللي من المكان نفسه. ابن المكان. فدي كانت اهم حاجه ان انت هتنزل. اهل مكه ادرى بشعبها يعني. طبعا. كمان ان البرنامج نفسه فيه مساحه لكل مدرب ان هو يقدمه بالشخصيه بتاعته. هو المحتوى واحد، ان انت ازاي تعمل ازاي تقدر توصل، انت تفهم يعني ايه محليات وايه اللي يخليك اساسا تخش المحليات،
والمراحل بتاعتها من اول ما بتعرف الدوله ونظامها السياسي، وبعد كده زي ما قالت استاذه رندا ان انت تبدا تعرف ازاي تعمل حمله وازاي تعمل توعيه بعد كده باللي انت اتعلمته كله، وازاي تعمل موازنه الحمله دي. وبالتالي فانا كفرد من المنطقه اللي انا فيها فاقدر اخاطبهم باللغه بتاعتهم بالفكر وبالطريقه اللي هم يفهموها. فده انا شايف انه ده يعني بيخاطب كل الشرايح. رند عندك اضافه لده ولا اسال؟ هو الهدف الاساسي طبعا ان في المحليات عامه في الدستور اقروا ان 25% من الشباب هيدخلوا محليات، سواء بقى في المحافظات الحدودية المحافظات 25% دي نسبة كبيرة جدا ما كناش نحلم بيها. يعني حوالي بنتكلم من 40,000 تقريبا، من 40,000 يعني فاحنا بنتكلم في يعني 13,250 مقعد او يزيد عن 10,000. فدي حاجة اكثر من رائعة الدستور اقرها ان هو يعمل 25% للشباب و25 للمرأة. دي حاجة كويسة جدا طبعا. الشباب والمرأة يعني 25 لو المرأة كمان كان فيها من الشباب فاحنا ممكن نقول الشباب هناخد أكتر من 25 كده فتيات وسيدات شباب نسبة يعني هناخد نسبة كبيرة جدا. بعدين 40% ولا حاجة ده اللي بيدل على ان الشباب قادم لا محالة وهيتولى وهيقود المسيرة. في تعاون غير الوزارات اللي حضرتك ذكرتيها مع مؤسسات أخرى؟ مع دواوين محافظات مثلا، مع بعض الوزارات الأخرى، إعلام الحقيقة. هل أنتم محتاجين دعم بهذا الشكل يعني؟ هو أكيد طبعا في المرحلة الجاية إن شاء الله إن احنا هنعمل دعم مع وسائل الإعلام عشان يغطوا الحدث الكبير ده. هقول حاجة، هو حدث إن أنت تدرب 40,000 شاب على مستوى 27 محافظة، ده حدث يعني غير عادي وغير تقليدي. وإن يبقى في ثلاث وزارات بيركزوا من التضامن ووزارة الشباب والتنمية المحلية بجانب 81 جمعية أهلية بيتم اختيارهم وفقا لمعايير طبعا وضعتها وزارة التضامن. يعني في كل محافظة في ثلاث جمعيات هيتولوا البرنامج في كل محافظة، من اللوجستيات بتاعته، من التمويل. طبعا التمويل ده هو وزارة التضامن بتديله التمويل ده، لأن سابق أنا قلت لحضرتك أن التمويل المبادرة نفسها هو تمويل مصري، تمويل مصري. فبالتالي الجامعات الأهلية طبعا شريكة معنا في الموضوع ده، في الإعلام، في أكيد هتبقى المدربين هيتقاضوا أجر في خلال فترة عملهم على اعتبار أنهم هينقطعوا لهذا العمل يعني. أكيد طبعا، أكيد أكيد طبعا هيبقى في موضوع. طيب مراحل التدريب والمشاركة يعني اتكلمنا عنها شوية أستاذ إبراهيم، إيه المراحل ومدة التدريب قد إيه سواء للمدربين أو للشباب، وشكل المشاركة يعني عامل إزاي؟ تمام. المرحلة الأولى كانت هي مرحلة اختيار المدربين المجموعة الأولى 300، تم إعدادهم بورشتين عمل كبيرة، كانت مدة كل ورشة 5 أيام رئيسية عمل. كنا بنشتغل تقريبا من الساعة 9 للساعة 10 بالليل أو 11 بالليل متواصل، من تثقيف، من توعية، من كان في ممثلين كتير من جميع الوزارات المشاركة كان بيجي بيقعد معانا ونتكلم على المجتمع بشكل عام وخصوصا المحليات وازاي نفهم اكتر الموضوع. دي كانت المرحله الاولى اللي تم اختيار 300 من المدربين اللي هم هيبداوا يشتغلوا. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي ان ال 300 دول هيبداوا ينزلوا يعملوا تدريبات. مده التدريب 5 أيام، اليوم فيه 3 جلسات، الجلسه مدتها ساعه ونص تقريبا. بتبقى بيتم اختيار مجموعه من الشباب من كل محافظه عن طريق المدريات. بيتم مقابلة الشباب دي من لجنة مكونة من 3 وزارات. الثلاث وزارات دول بيختاروا أفضل عناصر ممكن تكون مشاركة أو لها دور فعال في المجتمع اللي هي فيه. طبعا المعايير الاختيار كانت أهمها أن هو يكون فعال ويكون مشارك. صحيح. طبعا في معايير تانية، أولا السن ما يقلش عن 21 لأن هو ده السن للمشاركة في المحليات، وفي معايير تانية بس كان أهمها أنه يكون فعال. ليه؟ أن أنا مهدرة بالأربعين، مهم أوي في الأربعين دول، الأربعين ألف قصدي، مهم أوي أن الأربعين ألف دول هيوصلوا صوتهم، هيحاولوا يعملوا توعية المية. فإن ما كانش عنده القدرة لده عشان نوصل الأربعة مليون الكبيرة للتوعية مش هتبقى بسهولة. فبيتم اختيار الأربعين ألف على مستوى المحافظات في ورش متنوعة من خلال الجامعات الأهلية المشاركة مع الوزارات. دي المرحلة الثانية. بيتم إعدادهم في الخمس أيام دي. بيبدأ بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي بنشوف كل واحد ليه مشروع زي مشروع تخرج كده صغير عشان يبدأ ينطلق منه. المشروع ده ان هو يبدأ يجمع 100 فرد من المنطقة المحيطة به. عظيم. فلو كل واحد بدأ بالفئة او الدائرة اللي حواليه المحيطة ان هو يعمل توعية، الحي السكني بتاعه، القرية، الشارع، الشارع بتاعه، ان هو يقدر يوصل ل 100 فرد. فهو كده المية دول مش شرط يكونوا شباب،
هي الفكره فكره توعيه. لكن هو انا لو قدرت احصل على 4 مليون صوت للشباب ال 40,000 دول فانا كده بقيت اقوى حزب في مصر طبعا. بس وهحصل لا بس هو الهدف مش بس اسيطر على المحليات يعني مش هدفنا السياسي لا والله هدفنا الاساسي هو التوعيه. هو هدفنا التوعيه. توعيه فعلا توعيه وده مهم قوي. طيب كان في بس الاول حاجه كنت عايز اشير ليها اتفضل خاصه بالشباب. احنا لما بيتم اختيار الشباب اولا ما فيش انتماء حزب معين، ما فيش توجه معين سياسي ان احنا نختار حد معين، او ما بيكونش في توجيه حتى في التدريب اللي احنا بنعمله لتيار سياسي معين. احنا كان الهدف الاساسي او الرئيسي من البرنامج ان احنا نعمل توعيه وان احنا نعرف الشباب دول ايه هو الشان العام بشكل عام، وازاي تكون ليك دور، وبدايه دورك يبدا من المحليات مش من مجلس الشعب نفسه والبرلمان، لا المحليات هي اقوى. هي ازاي ان انت تعرف تختار المكان اللي تبدأ تشارك فيه اللي يأثر على مكانك، على منطقتك، على أهلك، على بيتك في المنطقة اللي انت عايش فيها. ازاي توصل انت تحقق خدمات؟ كل واحد فينا بيقول الدولة محتاجة تعمل كذا، الدولة عايزينها تعمل كذا. لا لازم يكون طب في مشاركة دور. طبعا مهم جدا المشاركة الأهلية زي ما بتقول يعني كمان المجتمعية. وكمان ده دور المحليات في الأساس، مش دور مجلس الشعب، مش دور الوزارة في المركزية نفسها. احنا في التحول لمركزي. طب على ذكر المركزية، التدريب هيكون مركزي؟ يعني في القاهرة بس ولا هتختاروا نقاط في محافظات مختلفة طبقا للتوزيع الجغرافي؟ لا هيبقى في كل المحافظات. وكمان هيتم مشاركة الأماكن التابعة لوزارة الشباب لو هم حبوا، لأن حضرتك عارف إن احنا عندنا مراكز الشباب حوالي 3559 مركز شباب ما شاء الله، ده قربنا على عدد القرى تقريبا يعني 4000 قرية يعني داخلين أهو هانت كلها 500 مركز كمان. لا والله هو المهندس خالد إن شاء يعني الفترة اللي فاتت دي ابتدى يركز قوي على مراكز الشباب وابتدى يعمل فيها تطوير أكثر من رائع يعني. فاحنا عامة الأماكن بتاعتنا في كل محافظات الجمهورية هتبقى في مراكز الشباب، في المدن الشبابية، في منتديات الشباب، في مراكز التعليم المدني، ودي على مستوى المحافظات كلها. وده هيبقى هو الدور بتاع وزارة الشباب في المبادرة نفسها، ان احنا بنختار الشباب مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنشارك معهم في المعايير، وبرضك بنشارك معهم في المحتوى، لان احنا لينا برضك باع في الموضوع بتاع المحليات صحيح، وباع في المجتمع المدني. يعني البرنامج بتاع التعليم المدني احنا شركاء اساسيين في الموضوع ده. ممتاز. في برامج اخرى او مبادرات اخرى لتمكين الشباب غير هذه المبادره؟ احنا اساسا تعتبر دي استكمال ليها او قريبه منها. حضرتك قبل مبادره مستقبلنا في ايدينا دي احنا عاملين مشروع اسمه نموذج محاكاه المجلس الشعبي المحلي. نموذج محاكاة. نموذج محاكاة. ممتاز. في 27 محافظة بس احنا في الفترة اللي فاتت نفذنا في 25 محافظة وجاري التنفيذ في محافظتين هما كفر الشيخ والبحر الأحمر. النموذج ده ان احنا بندرب برضك الشباب على الدخول للمحليات على نظام الإدارات الفرعية والمحافظة. بنختار عملية انتخاب 10 ممثلين من كل إدارة فرعية، بينتخب منهم رئيس ووكيل. دولت بيبقوا هم الاساس في الادارات الفرعيه في القرى والمراكز والنجوع. الهدف من النموذج ان هم بيرصدوا المشكلات الواقعيه بقى على ارض الواقع اللي بيعاني منها المواطنين، وبيرصدوها وبيعملوا لها تقارير وبيعرضوها على السيد المحافظ بحيث ان هم يقولوا لهم رؤاهم بردك الابتكاريه من خلال ان ممكن المشكله انا بعرضها لك وبعرض لك حل بطريقه مبادره تطوعيه انا ممكن اساهم فيها واساعدك في ان انا احلها على ارض الواقع، ويبقى في تواصل ما بين المواطن وما بين المحافظ من خلال اعضاء نموذج المحاكاه ده. ممكن اسال ابراهيم عن حجم الفايده اللي علت عليك بعد المشاركه؟ ضافت لك فتره شخصيا؟ التدريب؟ لا في فرق كبير طبعا. وفي الاول انا كان بنسبه كبيره بعيد عن فكره المحليات او الانتخابات بشكل عام. لما لقيت الموضوع كده بدات اخش، يعني انا عايز افهم اكتر، عايز اعرف اكتر. اول حاجه دخلت فيها لقيت ان انا لا يعني المحليات اولى بكتير ان الواحد يفكر في ان هو يخشها عشان يقدر يقدم حاجه لنفسه الاول والاهل والمجتمع في المنطقه اللي هو فيها. فبدات الفكره ان انا ابدا افهم يعني ايه محليات، افهم دورها، ابدا افهم لو انا حبيت اشترك في المحليات ايه دوري وايه صلاحياتي اللي انا اقدر اتحكم فيها واقدر اعمل بيها خدمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بدات استوعب قوي فكره ان لا الموضوع مش موضوع كلامه بس، ده موضوع ان احنا لو عايزين نغير احنا نبدا بنفسنا كشباب، احنا اللي في ايدينا دلوقتي.
يعني لو انا سكت وبعدت ومش عارف يعني ايه محلات، او حتى لو سمعت عن محلات بسمع عن الفساد وسايبه، لا ده كده ما كانش ليا دور خالص قبل كده. لكن دلوقتي لا، ده انا فهمت وقعدت مع ناس كبيره في الدوله وقعدت وفهمت يعني ايه محليات ودورها واختصاصاتها ودور عضو المحلي، وازاي كمان يعني هعمل حمله وازاي اعد موازنه ليها وازاي هكونها. كل ده فرق بالنسبه لي، مش بس كمحلي. اللي اهلوهم بقى خبراء في الوزاره، اساتذه مثلا من اقتصاد وعلوم سياسيه. هو كان في الاول خبراء من بيت الخبره البرلماني وكبرنامج فني، والدعم اللوجستي كان من مؤسسه اجيال. كويس. برضك على اساس ان ده جمعيه اهليه وده بيت خبره. ده كان سؤالي اللي جاي ليكي عن دور الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني في دعم هذه المبادره. دور فعلي يعني، دور بيقدموا ايه وبيعملوا ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك في الاول ان الهدف الاساسي ان احنا بنقول ان منظمات المجتمع المدني هتبقى شريك اساسي مع مؤسسات الدوله في برنامج تمكين الشباب. هو اسم المشروع برنامج منظمات المجتمع المدني في دعم تمكين الشباب في ليشارك مشاركة فاعلة في الشأن العام والمحليات. فبالتالي حضرتك لما احنا نختار 81 جمعية أهلية، طبعا 81 على مستوى المحافظات، يعني في كل محافظة تقريبا فيها جمعيتين او ثلاث جمعيات. كويس. ثلاث جمعيات ان هم يساهموا معانا في البرامج دي، ده هدف كبير جدا. ان هم مش شرط لما مبادرة مستقبلنا في ايدينا تخلص، هم هيكتسب برضه خبرات في المجال ده، وان هم يشتركوا ويشتغلوا في برامج تؤهل وتمكن الشباب في الشأن العام. مش هيقتصر بس مبادرة مستقبلنا في ايدينا، لا، انا بأهلك وبدربك ان انت تشارك ويبقى عندك خبرة في اعداد برامج فاعلة وهادفة تخدم البلد وتعبر وتفيد الشباب وتبعدهم عن الحاجات التانية. منظمات المجتمع المدني والجامعات وزارة الشباب اللي اختارتها ولا وزارة التضامن؟ لا، وزارة التضامن، لان هي المعنية الوحيدة في المجتمع. طبعا عندها معايير، عارفة مين يقدر يساعدكم، مين يقدر يشتغل. طبعا وكل الجامعات عندها، فعارفة. وكمان اضافة لكلام استاذة رندا، بيتم كل جمعية شريكة بتقدم خطة عمل للوزارة بيتم دراستها عشان يتم بناء عليها اختيار الجمعية دي. دي حاجة. الحاجة التانية برضو يعني مع استاذة رندا، موضوع الاختيار البرنامج هو مش هدفه المحليات بس كمرحلة أولى. المحليات هي الخطوة الأولى الكبيرة، لكن بس هي المطبخ الأساسي وهي أهم حتى من البرلمان دلوقتي. تمام. وبعد الخطوة الجاية تبقى بعد كده الخطوة الجاية بعد كده هو إن المشاركين كجمعيات وكأفراد وكمدربين، هي فكرة إن مرحلة أولى المحليات، مرحلة تانية في انتخابات تانية كتير، في اتحادات طلاب، في نقابات، في برلمان، ودي في منتهى الخطورة ومهمة جدا يعني. فلازم أمكنه إن هو يكون مشارك فعال في الشأن العام بصفة عامة بقى في أي محلية. وكمان التدريب أستاذ رندا بيتيح له إن هو إزاي يفهم يعني إيه فكرة الانتخابات نفسها. بالظبط. اللي هو يقدر بغض النظر عن محليات إن هو يقدر يشارك في الحاجات التانية. والتنافس بقى الشريف. طيب قولوا لي، عندنا للأسف الشديد أمية كبيرة، وبالتالي أكيد في الشباب في مختلف المحافظات نسبة الأمية العامة دي بيبقى في نسبة كبيرة منهم. هل بتفكروا إزاي تقدروا تستقطبوا النوعية دي أو تقدروا توعوها سبل توعية ليهم السرندة؟ يعني فكرة الشباب اللي ما بيروحش مركز شباب، اللي هو بيروح ورشة أو بيركب توك توك أو بيروح الغيط يقلع ويزرع في ارضه، يعني النوايا دول مهمين جدا، واحيانا بيقعوا فريسه زي ما انت عارفه لبعض الافكار والجامعات اللي بتبقى متغلغله وسطهم يعني. او احنا عملنا في كذا مبادره اسمها مبادره اسمها اشتقنا لاخلاقنا، مبادره تشارك، نزلنا للفئه اللي حضرتك بتقول عليها دي. نزلنا وبرضك في مبادره عملناها اسمها حمله فيروس سي، بالعلم نبنيها وبايدينا نحميها. نزلنا للفئه دي. احنا عارفين طبعا هم ما بيعرفوش يقروا، فكنا بنعمل لهم مطويات بالرسوم بتعرفهم ازاي انت تقدر تروح تدلي بصوتك، ازاي تخلي بالك من مكنه الحلاقه دي الملوثه ابعد عنها. يعني حاولنا ان احنا نعمل لهم منشورات مطويات بالرسوم لان هو مش هيقرا، بجانب ان احنا بنخلي بعض المنشطين زي ابراهيم كده بينزلوا هما بنفسهم يتحاوروا مع الفئه دي. عارف حضرتك لما الشاب من شاب لشاب بتوصل الفكره، بيقعدوا يتكلموا ويبقى في حوار مباشر، لان هو فاهم اكتر بمشاكله. عندك تجربه زي كده يا ابراهيم؟ شاركت ولا ما كنتش من المجموعات؟ لا، انا شاركت في مجموعات كتيره مع وزاره الشباب. خلينا نتكلم عن تفاصيلها لو اذنت لي، ومع حضرتك ومع استاذ رندا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، الحديث ما زال متواصل عن مبادره
مستقبلنا في ايدينا ان شاء الله. الشباب أرحب بحضراتكم مجددا. مستقبلنا بإيدينا دي مبادرة لتمكين الشباب سياسيا وتحديدا في الانتخابات المحلية. مجموعة من الوزارات قائمة عليها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والتنمية المحلية. بنتكلم مع الأستاذة رندا البيطار المسؤولة عن هذا الجانب في وزارة الشباب، وحسين إبراهيم أحد المدربين والشباب المشاركين في هذا المؤتمر. كنت بكلمك عن تجربتك والتواصل المباشر مع الشباب، إلى أي مدى بيؤثر في تغيير الوعي والمفهوم لدى الشباب تجاه العمل العام والعمل السياسي وكده أستاذ محمود؟ بداية كان في تجربة خاصة مع مجموعة من الشباب، كنا نزلنا في محافظات، نزلنا كرة، كنا بنشتغل في كرة في مراكز الشباب، اللي هي يعني كانت التجربة نفسها ان انت تنزل لقرية بعيدة مهمشة، دي كانت حاجة كبيرة. ان يعني حتى وانت نازل تروح ما ينفعش تنزل بعربية خاصة بتاعتك مثلا او ملك، لا انت لازم ايه تركب مواصلات بشكل معين وتنزل وتمشي وتركب اكتر من مواصله عشان توصل للمكان ده. التجربه كانت في ان انا نزلت لشباب ما حدش بينزل لهم، مجرد ان انا بدات اشتغل معاهم كان تثقيف سياسي، ان انت ازاي تبدا تفهم يعني ايه دوله ويعني ايه نظام سياسي وازاي تشارك. بعد فتره اكتشفت ان بنبقى على تواصل مع المشاركين اللي احنا اشتغلنا معاهم، اكتشفت ان في ناس بتكلمني بالتليفون وبتاخد رايي في ان هي بتشارك في حاجات تانية في المجتمع عندها او في المكان عندهم. من ضمن الحاجات دي كان في مجموعة من الشباب عملوا مبادرات ازاي يبدأوا يعملوا توعية للشباب او المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وبدأوا بالفعل يعملوا خطوة وبدأوا يكونوا مجموعة شبابية وياخدوا خطوة في ان هم يبادروا بان هم يعلموا الشباب ازاي تشارك في المجتمع عندهم وازاي يقوموا ان هم كل واحد يكون له دور. كانت اول حاجة عملوها ان هم بدأوا ينظفوا المكان اللي هم فيه او يعملوا حملة لتنظيف المكان. الخطوة التانية عملوها من ضمن المبادرات ان هم يبدأوا يعلموا الاطفال الصغيرة ازاي يعملوا مشاركة مع الاطفال اللي حواليهم، يعني يجيبوا الطفل انت كطفل هتشارك ازاي مع اللي حواليك، ازاي يكون لك دور. وفي نفس الوقت كان فكرة التطوع، ان انت ازاي تكون متطوع في المكان اللي انت فيه، دي كانت مبادرة. في برضو مبادرة تانية لمستوا ازمة ما في عزوف الشباب عن المشاركة سواء في العمل السياسي أو الاجتماعي، العمل العام بشكل عام حتى يمكن صراحة يعني يمكن ده كان من فترة بعيدة، كان الشباب ما كانش عنده ثقة. يعني حتى كنا لما نيجي ننزل أي تدريب أو ورشة كان الشاب يقول لنا يعني طب وفي الآخر إحنا نعمل إيه؟ إحنا بنتعلم كل ده أو بنعرف كل ده، وفي الآخر إحنا نعمل إيه؟ دورنا إيه؟ في الآخر هنروح نقابل أي حد يقول لنا فض علينا بكرة، تعالى بعدين، محدش هيسأل فين. كانت ده في البداية، لكن يمكن دلوقتي لا، يمكن بعد الثورة وبعد التغيرات اللي حصلت الكتيرة دي لا، الشباب كان ليه صوت وليه رأي، وبالتالي وليه تأثير. انت بتتكلم عن مصر، مصر دولة شابة يعني طبعا، بتتكلم عن 40% تقريبا من شعبها او 50% شباب، شباب تحت ال 18 سنة يعني، فاحنا أمة فتية زي ما بنقول يعني. بتعالجوا ازاي فكرة عزوف الشباب عن العمل السياسي؟ والله هقول حاجة، وهل دي حقيقة ولا هو هقول حاجة، فعلا زي ما إبراهيم قال هي كانت قبل كده، بس فعلا بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيو ابتدوا كل واحد يقرأ ويعرف وبيسمع ويحلل، فما بقاش في حتة عملية ان الأمية السياسية، بقى كل عارف السياسة. حتة العزوف دي فعلا زي ما كان إبراهيم بيقول ان كان في عدم ثقة، يا سيدي ما كده كده هتتقفل الصناديق وهيطلع 99% و9 من عشرة، فحتى لو ما روحتش أصواتنا أكيد كده كده بتتحط. ابتدت دلوقتي لا، لازم ننزل، ودي إحنا اللي اشتغلنا عليها، إن أنت لازم تنزل حتى لو ما رافض الشخص أو رافض إن أنت تقول نعم، بس انزل وقول لا، لكن تقعد وتبقى سلبي فده شيء مرفوض، لأن أنت كده بتضيع حق الانتخابي. طب انت شايفه حدود الدوله وحدود الشباب، مسؤوليه كل واحد فيهم عن هذا العزوف ايه؟ يعني لو بنحمل كل واحد مسؤوليته حضرتك عن العزوف ثم طريق العوده، يعني هي لازم النظام او البرامج اللي احنا بتتنفذ لازم يبقى ليها سيستم تاني متغير خالص. لازم ننزل للناس دي، لازم نديهم جرعه من الثقه. يعني مثلا قناه السويس دي مش مشروع ان انا فتحت قناه وخلاص، لا صحيح دي ثقه، اعاده ثقه.
لازم نعيد الثقة للشاب، مش للشاب وبس، للمواطن بصفة عامة، ان صوته ده فعلا هو اللي هيوصل الناخب للمكان ده. ولو الناخب ده لم يتم ان هو يداك حقك او اللي انت اخترته البرنامج ما نفذوش، من حقك ان انت تسحب الثقة. وده كمان موجودة في الدستور، ان ممكن المواطن يقدم ورقة ان العضو ده اصلا ما عمليش البرنامج بتاعه ولم يحقق اللي انا اخترته على اساسه. فبالتالي في حقوق كتير قوي في الدستور اتحطت للمواطن ان هو يعبر عن رايه وان هو ياخد حقه، بس زي ما انت تاخد حقك اديني حقي. فبالتالي كل حق يقابله واجب بالظبط. فبالتالي الدوله دلوقتي بتسعى ان هي تحس الشباب على المشاركه الفاعله، وده دور اساسي في وزاره الشباب، ان احنا بنعمل مبادرات. يعني زي ما قلت لحضرتك في مبادره اسمها مبادره شارك، شارك بصوتك، اصنع مستقبلك، انزل شارك، صوتك هيفرق، صوتك امانه. ده كل ده كنا بننزل بيه في خلال الانتخابات او حتى في الاستفتاء بتاع الدستور. كويس. كنا بننزل في القرى، في المحافظات، في الشوارع، انزل قول رايك، رافض، موافق، بس انزل قول رايك. لازم تشارك. طيب المده الزمنيه المقترحه للمبادره دي قد ايه يا ابراهيم؟ المده المقترحه وازاي يكون نضمن استمراريتها مستقبلا؟ وهسال رضا نفس السؤال. طيب هو المدة المقترحة ليها لتدريب الأربعين ألف حوالي ست شهور. ست شهور. إن هو بينزلوا بتساعدوا جدية للمحليات فعلا يعني. طبعا. لأن المفترض إن هي في خلال خمس سنين اللي هي من 2014 من وضع الدستور يكون في انتقال لمرحلة جديدة اللي هي من اللامركزية. فعشان نعمل ده فلازم نبدأ من المحليات اللي جاية، من الانتخابات الجاية. ففي إعداد في فترة الست شهور دي. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية. كويس. تمام. الجزء الثاني وجهة نظرك في ازاي نضمن استمرارها، ولا هتنتهي بانتهاء الغرض منها يا استاذ رندا؟ لا لا لا، هي استمراريه. هي استمراريه زي ما ابراهيم بيقول، واحنا ننافس في المرحله الاولى سبع محافظات دلوقتي اللي تم اختيار اجماعيات وفقا للمعايير اللي حطها وزاره التضامن الاجتماعي. وفي اجتماع ان شاء الله يوم الثلاث مع المنسقين. هو حابة اقول لحضرتك ان في كل محافظه عاملين لجنه اسمها لجنه محليه. اللجنه المحليه دي بتضم عضو من وزارة الشباب، عضو من وزارة التضامن الاجتماعي، وعضو من التنمية المحلية. كويس. بجانب الثلاث جمعيات الأهلية. دي اسمها لجنة محلية بيتم فيها متابعة وتقييم البرنامج أثناء التنفيذ. قبليها بردك وضع المعايير واختيار الشباب الأربعين ألف شاب من خلال اللجنة دي. فيهم استمرارية، يعني في كمان هيبقى في الثلاث 81 جمعية دولت في جمعيتين أهليتين مركزيتين بيتابعوا وبيراقبوا وبيشوفوا كل البرامج المنفذة داخل المحافظات، وبيحاولوا ان هم يتفادوا اي سلبيات او اي عوائق بتواجههم. بيحاولوا ان هم اللجنة المركزية دي او الجمعية المركزية دي بتحاول ان هي تسهلها. بالنسبة لاستمراريتها دي ان شاء الله احنا نتمنى ان هي تستمر، بس ستيب باي ستيب. كمان خطوة خطوة. كمان كنت عايز اضيف حاجه، هي فكره التمكين. فكره التمكين مش ان انا بجيب شباب واقول له انزل، لا، كمان للموضوع نفسه. ان انت ازاي تبدا تعمل فكر المشاركه او فكر التوعيه بالراي. الاستمراريه كمان هتزيد على كلام استاذه رندا، ان احنا في كل محافظه من جمعيتين لثلاثه بيشاركوا في الموضوع. فالجمعيات دي كونها ان هي بتبدا الخطوه دي مش مقتصر على كده، ده كمان بيبقى في فكر ان هي او حتى في المقترحات اللي بتقدمها ان هي ازاي تقدر تكمل بعد ما المشروع ده من الوزاره يخلص الفتره بتاعته، ازاي هي تكمل بعد كده في المجتمع اللي هي موجوده فيه. وده فكر ان هي تستعين بجمعيات من المجتمع نفسه اللي بيتم اختيار شاب منه. دي حاجة. يعني انتوا هتعتمدوا بعد كده على الجمعيات اللي تم اختيارها وزياده المساحات في انها تستمر. دي حاجه. حاجه تانية، الشباب اللي بيتم اختيارهم وتدريبهم هم في حد ذاتهم دي نواه اللي هو يبدا يكون بيها وعي للمنطقه اللي هو فيها او المكان اللي هو فيه، اللي هو بيستمر بعد كده في ان هو يعمل توعيه، ان هو يشارك في وضع عام. وكل خطوه ليها مرحله، يعني المرحله الاولى زي ما قلت استاذ رندا المحليات، في مرحله ثانيه، في مرحله ثالثه ممكن تطلع، ومش شرط ينفذها الوزارات بنفسهم، ممكن مع الجمعيات ومع الشباب نفسهم المدربين. حتى التوعيه ممكن الجمعيات يتم استخدامها فيها، ولا الشباب اللي انتوا دربتوهم هتعتمدوا عليهم؟ الجمعيات هي بتحط البرامج. يعني انا خلاص انا دربت الجمعيه ازاي تعمل برنامج لتمكين الشباب. خلاص، وعرفت الشباب اللي في المحافظه، ممكن تستعين بالمدربين دولت من هم يحطوا برامج، وتساهم هي معاهم ان هم يعملوا تفعيل ومشاركه فاعله للشباب بصفه عامه. انا بعمل توعيه للمشاركه الايجابيه سواء بقى في الشان العام ككل،
مش في المحليات ولا في البرلمان، لا في كل. طب عايز ابقى بس مع فكره التوعيه، الحلم اللي انتم بتحلموه ان انتم توعوا 4 مليون شخص، ان كل شاب من 40 الف اللي هيتدربوا يوعي 100 شخص في محيطه، سواء ساكن او عمل او ما الى ذلك. ايه الاليات اللي هو هيقوم بالتوعيه بيها يعني، وهتساعدوه ازاي؟ وهل ده هيبقى مدرب الشاب اللي انتم هيكون مدرب؟ وهل يعني عفوا في التعبير، هل سيتقاضى اجر نظير وقته وجهده، ولا ده حاجه بيقدمها المجتمع؟ يعني تفاصيل اكتر استاذ نصر. هي بالنسبه للتمويل ده هو بيبقى خاص بوزاره التضامن الاجتماعي، وهي حاطه الاليه دي، وحاطه ان الشاب دوت بجانب ان هو هياخد تاهيل، ان هو هيبقى مدرب كمان، هي بتوفر له فرصه زي فرصه العمل، بس بفرصه بسيطه باجر بسيط يعني، مش اجر كبير، ممكن في حدود 250 اعتقد للمدرب. حاجه رمزيه يعني، حاجه رمزيه جدا يعني. بس هو الهدف العام ان انا بعمل ايه؟ ان انا بوعي، بحسسه انه ليه قيمه، ان هو استفاد من حاجه، وبالتالي ليه قدره وتفاعل مع الميت شاب اللي هو هيضربه. اصلا مش هجيب مثلا واحد مش هيقدر يتواصل مع الميت شاب واقول له انزل درب، ما هو اكيد ال 40 الف اللي انا بدربهم اكيد في منهم هيبقى فعلا المتميز اللي يقدر يتواصل مع الميت شاب، وفي ناس ممكن يقعوا مني لان في فروق فرديه، فبالتالي انا بدربهم على ان هم يكونوا قادرين على التواصل والتفاعل مع الميت شاب دولت، مش مجرد ان انا بديهم توعيه او جرعه للمية دول وبس وهقف معاهم، لا ده انا هتواصل معاهم ومع الجمعيه في ان انا اعمل برامج تانية كتير في تمكين الشباب وازود، يعني مش شرط المية دولت، ما ممكن اعمل بعد كده 100 تاني، المية دولت ممكن يدربوا، انا مش عايز اقول لك يعني ممكن بقى 8 مليون بقى يبقى حلم كبير، فخلينا في ال 4 مليون دول. عايز اسال ابراهيم عن فكره التوعيه، ايه السبل اللي انت شايفها ناجعه؟ ثم مش عايز اقول كيفيه اعاده بناء الثقه بين الشباب والدوله، على الاقل تمتين وترسيخ هذه الثقه اذا كنا استعدناها يعني. السبل اللي بيتم دلوقتي، او احنا ككل واحد بيبقى ليه اليه بيقدر يشتغل من خلالها، فانا كابراهيم مثلا مع المجموعه اللي احنا معانا كانت بنستخدم فكره التدريب، ان احنا ننزل ندرب المجموعه اللي احنا نشتغل معاها، وده بيتم من الشباب للشباب، وده من ضمن الحاجات الحديثه اللي احنا بنشتغل عليها، ان الشاب بيبقى يقدر اكتر ان هو يوصل لشاب زيه في سنه او قريب من عمره. يعني انت لازلت شايف انه للتواصل المباشر هو الانجع او الانجع الحلول. وكمان ده بيساعد ان فكره الحوار ما بيني وما بين المشارك اللي بيبقى موجود معايا، وان احنا ازاي نقدر نتناقش في موضوع، ده بيخلي الشخص يكسب ثقه اكتر من ان هو يسمع من بره او ياخد اعلان وبس، فدي طريقه انا كشخص اقدر اقوم بيها، ودي بتساعدني اكتر ان انا اوصل للفئات نفسها، وده اللي بيحصل بان انا انزل للمجتمع نفسه، بنزل للفئه نفسها في المكان اللي هي فيه، مش بجيبه ويجي لحد عندي ويشتغل معايا، لا انا اللي بنزله. فده جزء من فكره التواصل. فكره الثقه هو يعني ان ازاي نبني الثقه، ده مش هيجي في يوم وليله، ده هيجي مع فترات طويله ومع خطوات كتير ان المفروض نعملها، ويكون في ان ازاي الشاب يشوف ان في حاجه بتتعمل بجد بتتحقق على ارض الواقع. يمكن زي ما استاذه رندا قالت فكره قناه السويس، انا شايف ان هي مش مجرد ان احنا افتتحنا قناه، ده بثة امل وروح وعزيمه جوه المصريين، ان احنا ازاي نقول احنا نقدر وبعدين نعمل نموذج عظيم على الانجاز وقدرتنا طبعا على الانجاز في وقت قياسي وانضباط وعمل، يعني لو احنا استلهمنا الروح دي واستفدنا من التجربه البلد ممكن تنهض في خلال 5 سنين تبقى يعني طبعا. غير كده كمان اضافه على ده، ان لو بدانا نعمل مشاريع ثانيه يقدر الناس تتلم حواليها، ويبقوا الناس ليهم امل ان في حاجات كتير نقدر نعملها بينا وبنفسنا وبتمويل مصري، زي ما اتعمل قناه السويس وهي المشروع برضه نفسه بتمويل صحيح مصري، فاحنا نقدر نعمل، الشعب المصري يقدر يعمل كتير قوي. صحيح. ودي كانت عندما يجد القياده المخلصه وفيه ثقه يعني الحقيقه يخوض البحر دفاعا عن هذا الوطن. في مواصفات معينه للشباب اللي بيتم تدريبهم؟ يعني انتوا مش حاطين، او وزاره التضامن مش حاطه مواصفات معينه للشباب السولاندا بالنسبه لل 40,000؟ هم حاطين ولسه ما تمش الاتفاق عليها، هو يوم الثلاثاء ابرزها يعني بس ابرزها ان هو السن من 18 ل 35 من 21 لان ده سن المحليات. طب مستوى التعليم؟ من مؤهل متوسط لما فيش مشكله يعني انه يكون لديه
مطلع وعنده حس بالعمل التطوعي والعمل العام وحابب المجال ده، ان يكون عنده القدره على التواصل على الكمبيوتر، لان حضرتك عارف طبعا وسائل الفيسبوك والتويتر وال. طب هل هتعمل لهم اختبارات يعني في ده، ولا هتعتمدوا على انه على اجاباته بشان هذا؟ على اجاباته الامانه يعني الفقهاء. بس في حاجه برضو بالنسبه لفكره الكمبيوتر، هي مش شرط اساسي، ولكن هي بس يعني حاجه معيار من ضمن مهم ان يكون موجود، وده ممكن يتم بان حتى لو ما بيعرفش بيبقى في جزء من التدريبات اللي بتتعمل في الوزاره وفي اماكن تانية بتاهله ده لو هو حابب يكون عنده القدره دي، لكن هو معيار حبذا لو كان موجود. طيب متفائلين بمستقبل مصر؟ اكيد طبعا. اكيد وبحيثيات باراده تفهم. الشعب المصري اللي ظهرت في 25 يناير و30 وقناة السويس والمشروعات العملاقة دي، مصر هتبقى بخير إن شاء الله. إبراهيم أنا متفائل كتير قوي باللي جاي، وأتمنى من يعني رسالة مني لكل الشباب إن الفترة اللي جاية يعني ياريت كل واحد يحاول يشارك على قد ما يقدر، وفي المبادرة بتاعتنا على مواقع الوزارات الثلاثة الشباب والتضامن والمحليات التنمية المحلية هيلاقي فيه إن هو يقدر يشترك، ولو راح أي مديرية من المديريات التضامن او الشباب هيقدر يشارك في المبادره بتاعتنا ويكون له صوت ويقدر يعمل حاجه في مكانه. يعني نحن ننظر الى شباب مصر بكثير من الامل، وهم القادرين على قياده القاهره ان شاء الله. نشكركم وزير التوفيق وزاره الشباب والوزارات المشاركه معها التضامن والتنميه المحليه. اشكرك استاذ ابراهيم. شكرا حسين، شاب مشارك في هذه المبادره، مبادره مستقبلنا بايدينا لتمكين الشباب سياسيا ومن المحليات والبرلمان وكل شيء، والاستاذ رائد البطار ممثل وزاره الشباب في هذا الاطار. مستمرون معكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، وعندنا فقره هنعرض فيها زي ما قلنا لحضراتكم المقدمه لنماذج نسائيه رائعه. بدأت السواقة سنة 79، جبت عربية من بنك النصر سنة 80، قعدت معايا فترة حوالي 15 سنة وبعتها، ورجعت جبت عربية داتشا برضو من بنك مصر، وفضلت معايا لحد الثورة. ساعة الثورة طبعا مفيش شغل لا بالليل ولا بالنهار، وزي ما انت شفت كده الدنيا كانت مقلوبة، واتدينت وظروفي تعبت، وكان عليا فلوس جامده بقى يعني من القعده، فاللي ليه قرش عندي عايزه، فخلاص مفيش حاجه قدامي الا العربيه بعتها. مش مكملة تعليم، كان ساعتها سني 25 27 سنة، هشتغل ايه؟ هشتغل مثلا في بيت؟ ما ينفعش. هشتغل طباخة؟ ما ينفعش. هشتغل ايه؟ ماليش شغلانة غير هي دي، دي اللي أنا بحبها. طلعت الرخصة سنة 79 وجبت عربية واشتغلت، والشغل عيب؟ الشغل مش عيب، شغلة رجالة، وأنا نص راجل ونص حريمي. نص راجل ونص ست، إيه المشكلة يعني؟ حاليا الناس بتقبلينها، لكن الأول ما كانش حد متقبلها. كنت الصبح اقوم اروق البيت واغسل شغل البيت بقى العادي، والعيل اللي عايز يروح المدرسه اوديه، واللي عايز يروح الدرس اوديه، واخرج الساعه 4. ما كنتش بشتغل الصبح، كان نص اليوم في البيت والنص التاني اخر النهار بقى، اجي الساعه 3 بالليل، اجي الساعه 4 الفجر، خلاص بقى ما انا خلصت عيالي اكل وشرب وغسلهم وكل حاجه، وهم قاعدين مع امي. بس انا كنت بودي المدارس واجيب من المدارس، واخر النهار الساعه 4 اطلع اشتغل واجيب رزق امي ورزق عربيتي وقسط عربيتي وكده.
في عصرنا الراهن وتحت ضغط التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي شهدتها مصر، اقتحمت المرأة كل مجالات العمل ابتداء من المناصب السياسية الفعالة في المجتمع وصولا إلى المهن البسيطة، سواء بحثا عن لقمة العيش أو محاولة لإثبات الذات وتأكيد قدرة المرأة على خوض كافة المجالات العملية، حتى تلك التي كانت في وقت قريب تحمل شعار للرجال فقط. أم وليد، السيدة المصرية التي تعمل سائقة تاكسي، وأمل، السيدة التي تعمل في مهنة السكاكين، تجربتان عمليتان لإصرار المرأة وصمودها في مواقع الرجال. نلتقي معهما ونتعرف على تجربتيهما وأسباب التحاق كل منهم بمهنتها وبعض المواقف الطريفة أو الصعبة التي تعرضت لها في عملها وكيف واجهتها، كل ده في هذه الفقرة. خلينا نرحب بيهم. الست أمل، أهلا وسهلا. أمل أحمد. أمل عاشور. أمل عاشور. أيوه. أمل عاشور، حضرتك بتسني سكاكين. أيوه. بتخرجي تسني سكاكين في الشارع ولا عندك محل؟ لا، أنا بشتغل عندي أخويا. كويس. طيب، ومعنا أم وليد. أهلا وسهلا. يعني أول سائق التاكسي واللي شفنا التقرير بتاعها الحقيقة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لسه بتسوقي تاكسي؟ إيه، مفيش مهنة غيرها. مفيش مهنة غيرها بس. مفيش عربية. طيب، هل بتركبي عربية عند حد مثلا من الناس اللي هم، اعتقد في بعض الناس بيجيبوا اكتر من تاكسي، وساعات بأجر عربية. وساعات بتأجر كتير عربية. كتير أجر عربية واشتغل بيها. ينفع تأجر عربية وتشتغلي بيها؟ بص حضرتك، لو في حد، انا ليا علاقات حلوة وليا زبائن بيجوا من بره، لو حد اتصل بيا وجاي فبأجر عربية ملاكي واخده بيها. اقضي معاه الفترة بتاعته هنا يومين ثلاثة اسبوع. شغل خاص بقى، فبيكون اهدى وانسب بالنسبة لك يعني. بالظبط. وزبايني بقى. وزباينك. وزبايني. هم عايزين، انا مش عايزين، يعني عايزين يركبوا معايا، مش فارقة معاهم اذا كانت ملاكي او اجرة. واخبار شارع القاهرة ايه والانتظار والحركة؟ تمام. تمام. وبتركني في الممنوع تاخدي مخالفات وكده؟ لا لا لا، عمري ما دفعت مخالفة. صحيح. والله عمري ما دفعت مخالفة، وعمري ما وقفت في الممنوع. وعمري ما دخلت عكس. كويس. وعمري ما غلطت. خلي بال حضرتك، عكس دي فيها 1500 جنيه غرامة. لا لا لا، الحمد لله. وبيات في النيابة ومشكلة كبيرة. لا الحمد لله، أنا بحب ألتزم عشان ما تحيلش على حد. وما بيلتزمش غير الناس الملتزمين اللي زي حضرتك. ربنا يخليك. إنما سواقين الميكروباصات وبعض الناس. لا لا لا، والله بحب ألتزم. بيتعمدوا يعني وبيستهويهم مخالفة القانون. لا لا، أنا بحب ألتزم عشان ما أغلطش وأقول لحد حقك عليا. انت حضرتك قلت في التقرير انك بدات العمل في المهنه دي سنه 79. بالظبط كده. ايه اللي واجهك ليها؟ كنت صغيره قوي يعني. يعني كان حوالي، كان في حد في العيله حبيتيها؟ اتعلمت سواقه ازاي؟ احكي لنا يعني. لا بص حضرتك، انا اصلا ولاد عمتي كانوا سواقين. وانا لما حبيت اشتغل قعدت افكر، طب انا اشتغل ايه؟ اي مهنه من اللي انا قلت عليهم دول مش هسلك فيها. فانا بحب السواقه اصلا. فبدات اتعلم لابن عمتي وكده. اتعلم منه نظري مش عملي، يعني ابص اشوف هو بيعمل ايه، اركب معاه واشوف هو بيعمل ايه. حبيتها اكتر وبدات بقى، طلعت الرخصه سنه 79 وحجزت عربيه رينو من بنك ناصر. كويس. وقلت بقى حملي واتكالي عليك يا رب. انطلقي بقى يا ام وليد. وانطلقت. وده كان الاسباب انك اخترت المجال ده يعني دون غيره، يعني زي ما بنقول يعني. لا مفيش غيره، وبعدين ده اكل عيش. اكل عيش عشان يعني اعيش زي الناس ما عايشه. ربنا يبارك لك. الله يخليك. هرجع لك تاني يا مريد، بس عايزين نسال حاجه امل. برضو نفس السؤال، ازاي بدات العمل في مهنه سن السكاكين وليه؟ أيوه. ليه يعني؟ انا والدي حداد. وهو اللي بيصنع السكينه. الله يرحمه. الله يرحمه، كان بيعمل سكاكين. فدي شغله. عندكم ورشه يعني، او هو كان دي كانت ورشه ابويا الله يرحمه. فكنت بشتغل معاه من وانا صغيره، عندي 7 سنين. كويس. انت منين يا حاجه امل؟ انا من المذبح. من المذبح. السيده زينب. عظيم. فكان الله يرحمه. مش هكمل الحلقه، هم روح بقى. لا. شكلي هو انفد بجلدي يعني. لا لا والله. احنا قلبنا ابيض قوي. ربنا يبارك فيكي ويديك صحه، انا بدعي بك. ربنا يخليك. ابويا الله يرحمه كان بيسلم شغلي للجيش من 35 سنه 40 سنه كده. كويس. فكنت انا صغيره عندي 7 سنين، فكنت بساعده. كنت بنزل اخواتي، ليا اخواتي شغلتهم، شغل الجدود. فكنت بساعده الاول بتكسير الفحم الكور.
من وانا عمري 7 سنين. فابتدى يقول لي اقفي قدام اخوكي ودقي قصاده، لان شغله الحداده شغله زميل. الصنايعي ما جاش، طب حاولي كده اشتغلي. فبقيت اشتغل دقه تيجي كده دقه تيجي كده، اتعلمت. بقيت اطلع على الحجر اسن السكينه، اطلع على الجلخ يعني اقشرها، حاجه اسمها اقشرها. اقف على المرتقاب كويس، وبدأ اركب الايادي بتاع السكاكين ست عندها مخرطه عايزه اسنها. يعني انت خدت المهنه بالوراثه. ايوه، من نزلت لقيتي ده حياتك يعني. أيوه. او نشأتي كبرت. وبعدين جيت انفصلت اتجوزت. اتفصلت عن اسرتك يعني، عن اهلك. عن والدك خلاص يعني. بقى اتجوزت وكده، وبعدين ما حصلش نصيب. بعدها ب5 سنين رجعتي تاني. طبعا معايا ولد وبنت. مسؤوليه بقى. مسؤوليه. طبعا اخويا قال لي اتجوزي، قلت له لا انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اربي ولادي. يا سلام. فطبعا عشت لولادي وابني وبنتي. معايا بنت في كليه اداب ما شاء الله، ما شاء الله اسمها صباح، ومعايا سيد خلص ما شاء الله. طبعا لازم اشقى عشان اربيهم، فشقيت وربيتهم. عشت عمري عليهم. صبرتهم دلوقتي، ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم يا رب ويخليكي ليهم يا رب. طيب تعالي بقى، انت وست مواليد، احنا شفنا التقرير بتاع المواليد. تعالي نشوف تقرير الحاجه امل عاشور اللي بتعمل في سن السكاكين ونرجع نستكمل حوارنا معاها. والله حوار مهم الحقيقه، ونماذج مشرفه الواحد فخور بيها ويسعد بيها يعني. امرأة تحدت الصعاب من أجل تربية أبنائها، أمل عاشور ذات الخمسين ربيعاً، تقوم بعمل يصعب على كثير من الرجال القيام به، إنه سن السكاكين. طبعاً دي مهنتي اللي أنا بحبها، وأكلتني وربيت ولادي وما حولتنيش لحد. بقف زي أي راجل، زي ما شفته. بقف على الحجر، بقف على النار، انا لسه في مرزبه كمان انتوا ما شفتوهاش. بقف ممكن امسك حته الحديده اصنعها سكينه، اصنعها مخرطه، اصنعها سكينه شط للجزار، كزلب بيع للجزار، كزلب جبيح للجزار. على الرغم من الصعوبات التي قد تواجهها والإصابات التي تعرضت لها، فإنها ما زالت ترغب في ممارسة هذا العمل. أنا أبويا ادهاني وسقهالي وأنا صغيرة، زي بيقولوا اللي مع يعني الإعلام في الصغر كالنقش في الحجر. طبعا انا حبيت المهنه بتاعتي، وحبيتها اكتر ان هي ربت ولادي ما حاولتنيش لحد. شقيت تعبت، شغله رجاله وبتعب وبشقى، وممكن يسيبني كتير وصابني كتير قوي، وممكن كانت تسيبني في عيني وكان برضو تسيبني واروح اطلع الرايش، في حاجه اسمها رايش كده كنت اطلعه في القصر. وربك الستار طبعا، بس مهنتي وبحبها. امرأة بألف رجل، هكذا يمكن أن نطلق على أمل عاشور التي تقف أمام تلك الآلة دون خوف أو تردد على الرغم من تقدمها في العمر. مرحبا بحضراتكم مجددا. ده كان تقرير عن الحاجة أمل عاشور، شفنا فيه ازاي بتأدي شغلها، شغل الحقيقة صعب يعني. قولي لي يا حاجة أمل، ايه الصعوبات اللي واجهتك قبل ما نروح لمواليد تاني يعني؟ صعبات كتير يعني، ممكن اتعور زي التعور من اول هنا دي كده لحد هنا. كتير صابني. في هنا تعويلة برضو جاتني هنا، ممكن كانت تيجي في عيني. يا ساتر. بس كنت بحاول ان انا اتجنبها. علشان طبعا كنت مهما كان كنت بنت الاول، وبعدين بقيت مدام برضو مهما كان ست.
هو الشغل بيحتاج الى جهد بدني معين، جهد من كل، ولا بتقدري يعني هو جهد طاقتك كسيده بتقدري يعني؟ لا انا ما يعني انا من صغري وانا متحمله الصعوب دي. فلما جيت اشتغلت يعني كبرت وبرده نفس الطريقه، عظمي ناشف مش عظم ستي يعني، عظمي خلاص اتعود على الرجوليه. المرزبه لما تبقى 50 كيلو اشيلها ما شاء الله. ودخلك المادي منها كان بيكفي؟ لا يعني انا كنت انا حاجتك يعني وتربيه الاولاد. لا انا بشتغل عند اخويا واخد القرش حتى لو كان قليل، كنت بعيش بيه علشان اربي ولادي. كان بيكفيكي يعني؟ ده اللي اقصده يعني، تقدري تواجهي اعباء الحياه وتعليم الولاد لا وكده؟ كانت برضو حياه صعبه عليا، بس كنت بتحملها علشان خاطر اولادي. ام وليد يعني برضو تحكي لنا عن الصعاب اللي واجهتك في الشغلانه دي. تعرضتي لمضايقات، نظره مختلفه للمجتمع يعني؟ هي النظره كانت في الاول بس. يعني هنقول مثلا 3 4 سنين الاولانيين دول ما كانش لسه الناس اتعودت، لكن بعد كده خلاص كله اتعود. فتحت الطريق قدام سيدات يسوقوا تاكسي تاني؟ في سواقات كتير. عملت لهم نقابه ولا حاجه ولا جم يعني؟ لا لا ولا عملت لهم نقابه ولا عملت لهم زماله، عملت لهمش حاجه. انا كنت امشي ابقى ماشيه كده في الشارع وساعات اتفاجئ بواحده ما شاء الله. كنت ابقى فرحانه قوي انها شايفاني وتشاور لي عشان اقف تتعرف عليا. تقول لي انا بقالي سنه، انا بقالي شهرين، انا بقالي اربعه، اقول لها اجمدي وخليكي جدعه ما شاء الله، خليكي جامده. انت بالك قد ايه؟ ولا لا انا بالي عمر، خليكي جامده. كده الستات كانوا بيحبوا يركبوا معاكي يعني؟ لما كنت بتلفي بالتاكسي وقت ما كان عندك عربيه، هل بعضهم كان بياخد التليفون يبقى حارس انه دايما يركب معاك يعني؟ هل ولا ده مش بالضروره؟ فكره الزبون يعني؟ لا كانوا بياخدوا تليفوناتي. اللي لقاها يعني متعبه، الست اللي لقاها مش متعبه وبتفاصل وكده، دي ما بتصلش بيها، ولو اتصلت بيها بهرب منها. لكن معظم زمايلي كانوا رجاله. يا سلام. والله. وتطلعي معاهم مشاوير وتقضي التوقيتات كويسه وتوصلهم في الميعاد والتزام وكده. وكان معايا دوره مدارس، قعدت 8 سنين اودي مدارس. دي فكره جيده برضه. كان معايا والاسر تبقى امنه على اولادها معاكي انت ام بقى. انا كنت بركب معايا 22 عيل. ما شاء الله. على فترتين. يعني الصبح اودي 12 في التاكسي الساعه 6:30 اللي هم ابتدائي. تكرفسيهم فوق بعض بقى ولا ايه؟ لا كانوا كلهم حالات رفيعه كده. كيجيهات كلها، فمزنقين جنب بعضيهم. طب انا مش عايز اركب ال 12 يعني، انا مش عايز اخدهم. بس اهاليهم كانت بتصمم لا هيقعد على رجل اخوه، مالكيش دعوه. يا ستي العربيه مش هتاخدهم. تقول لي لا ركبهم على بعض، مالكيش دعوه. يا سلام. انا موافقه. هما مطمئنين بس ان هما معاك، مطمئنين عليهم معايا. حتى لو العربيه عطلت مني في الشارع واضطريت ان انا اعمل فيها حاجه والعيال معايا، حد يتصل بيا، طب العربيه عطلانه واديني نص ساعه انا جايه، مطمنين. السواقه بتحتاج تركيز وجهد بدني كبير. طبعا. هل ده يعني انت كنت قادره يعني؟ ربنا يديك الصحه طبعا طول العمر، لكن مش ده كان بيعمل لك تعب انهاك جسماني برضه؟ الست غير الراجل يعني، هل دي صعوبات واجهتك في وقت من الاوقات؟ لا انا هقول لحضرتك، البني ادم لما يبقى بيحب مهنته ما بيحسش بتعبها خالص. يا سبحان الله. انا ما كنتش بحس بتعبها عشان انا كنت بحبها، ولحد دلوقتي انا بحبها، بحب شغلي. يعني انا اصلا بحب السواقه. بنيتي اسره مواليد؟ الحمد لله. كان عندي 4 ما شاء الله، بنتين وولدين ما شاء الله. الكبير بقى له 3 الله يرحمه. الله يرحمه. كان كاتب والصحفي في جريده عين. طبعا. كاتب وصحفي في جريدة عين. لا والله يعني جاله كانسر كده في 10 ايام، اتكل على الله. ربنا يتولى ربنا اختاره مسكينه فسيح جناته. يا رب ربنا اختاره. يا رب ان شاء الله تلتقوا في الجنه باذن الله. الله يخليك. معايا بقى دلوقتي بنتين متجوزين ومخلفين ما شاء الله، وعندي برضو ولد بقى وحداني دلوقتي سمير معاه بنتين. ربنا يخليك. متجوزاه ومعاه بنتين وقاعد معايا. الاحفاد مبسوطين بيكي؟ طبعا. تاخديهم تفسحيهم كده بالعربيه انت وتسوقي وبتاع؟ يعني بكون معايا عربيه وحد هيجي معايا باخده. وفي بنت والله كانت عايزه تيجي معايا النهارده. طب انا ما رضيتش جبتها، ما رضيتش اجيبها. طب هي بتشوفنا دلوقتي؟ اكيد. اسمها صحية. اسمها لوجي. لا يعني سلمي عليها وقولي لها انك زعلانه انك ما جبتهاش. عندي لوجي. كنت تشرفينا يا لوجي الحقيقه مع تيتا يعني. ربنا يخليك يا رب. فتره الحمل والولاده مرت عليك ازاي؟ وهل كنت بتقدري تعملي شغل؟ وفكره العمل كان مصدر رزق بالنسبه لك، فبالتالي لما كان بقى في حمل والولاده
يعني الوالد يعني الصعوبات دي اللي هي بتاعت الست ال حضرتك انا كنت بسوق وبطني كانت بتبقى كده انت شاء الله فردك قلت تنام اروح لك نام الاقي 30 راجل جم جول اللي يطلع الكوريك واللي يفتح الشنطه واللي يطلع السبني واللي يركب واللي يحل الصواميل بس كذا راجل قالوا واقفين جنبي بيعملوها انت بتتكلمي عن فتره قبل كده في الثمانينات دلوقتي للاسف الشديد ده ما بيحصلش لا مش هيحصل ما بيحصلش لا في الثمانينات الكلام ده كان في الثمانينات للاسف احنا بنعدي وبنشوف سيدات بتتعطل بهم العربيات والناس بتعدي من جنبهم ولا الا اذا بقى نزل سواق تاكسي جدع ولا شباب لسه فيه الخير يساعد الست في تغيير فردة الكاوتش او يطلب لها المرور او حاجه لكن للاسف ما اعرفش ايه اللي جرى للمصريين يا مولاي هقول لحضرتك ليه بقى انا اقول لحضرتك ليه في الثمانينات كان في امان لو انا واقفه على الطريق الدائري مثلا لو واقفه على 6 اكتوبر ما كانش في دائري في الثمانينات طيب ماشي هنقول في 6 اكتوبر هنقول في اي في الشارع واقفة وبشاور لك هتقف لي صحيح لعشان انا واحدة ست صحيح لكن دلوقتي في ستات بيقفوا على الطريق يشاوروا بيكونوا وراهم ثلاثة أربعة مستخبيين عصابات يطلعوا يموتوه يخطفوه كده فعشان كده هما ما بيقفوش بيخافوا انا لو ماشي على الدائري او في اي شارع وحد شاور لي على الدائري في حتة بالليل انا مش هقف لا طبعا طبعا مش هقف صح ولا لا؟ صحيح مفيش امان لكن في التبادلات كان في امان ولادك كانوا مبسوطين بعملك وامتى فكرت تعلميهم السواقه يعني وهل حد فيهم فكر انه يحترف مهنتك ولا صعب الموضوع؟ لا انت اهتميتي بقى طبعا بتعليمهم وجوازهم رقم واحد يعني لا انا حبيت اعلم بناتي انا معايا كبيره بكالوريوس تجاره والصغيره معهد سياحه وفنادق بس انا ما حاولتش اعلمهم السواقه يعني ولا حتى دلوقتي هم بيسوقوا عربيات لاي ظروف يعني لو ازواجهم جابوا لهم عربيات معايا ام عمر بقى لسه جايبه عربيه صغنطوطه كده ما شاء الله بتتعلم عليها هو اللي علمها مش انا كمان مش انت لا انا ما رضيتش اعلمها هو اللي علمها طيب هنرجع للحاجه امل عاشور بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام بنقدم نماذج نسائيه الحقيقه في اعمالهم وتصرفاتهم يؤدون أفضل من الرجال رغم صعوبة المهنة دي نماذج تستحق إن احنا نرفع عليها القبعة احتراما ابقوا معنا مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم مجددا بنتكلم عن بعض المهن اللي اقتحمتها السيدات وقابلوا فيها بلاء حسن رغم صعوبة هذه المهن الحاجة أمل عاشور بتعمل في مجال سن السكاكين والست مواليد أقدم سائقة تاكسي في مصر لو رجع الزمن لورا هتكرري نفس العمل في هذه المهنة الصعبة حاجة أمل أنا بشتغل فيها لحد دلوقتي أنا بشتغل فيها لحد دلوقتي مهنتي وبحبها ومهنة جدودي والحاجة اللي خرجتني من مأزق اللي هو ربيت ولادي ما حوجتنيش لحد ولادك شايفين يعني المهنة ازاي وما طلبوش منك انك تسيبيها مثلا انها مش مناسبة ليكي يعني تعب عليكي شايفيني انها تعب عليا وهو انا بحصد دلوقتي بحصد ان البنت اللي في الجامعة ديت كلية اداب اكيد مبسوطة ان هي امها كده حتى اتجوزها ما شاء الله ما مبسوط لما حتى جه يسال على بنتي قالوا امها شقيانه ست شقيانه هذه يد يحبها الله طبعًا ورسوله طبعا يعني افضل ليا افضل ليا وكرامتي وشخصيتي صحيح هو بس يعني عشان المهنه صعبه يعني ربما المهنه كانت صعبه ولكن كنت بخطي بيها الأصعب إني أربي ولادي إني أشوف بنتي كده في الجامعة صحيح. وابني في كويس خلص تعليمه دي حاجة اللي ملكتني الدنيا واللي فيها أنا ملكة الدنيا واللي فيها ما شاء سعيدة طبعا بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ كنت بشتغل شيء من أنا من طبيعتي بقوم بدري من 6 الصبح لحد العشاء ياه بنتكلم عن اكتر من 12 ساعة يعني اكتر من 12 ساعة ايوه وكان اكتر كده كمان بتتغدي تفطري وتتغدي في مكان شغلك في مكان شغلي
اهم حاجه عندي ان انا اجيب مصدر رزق لاولادي. بس عشان يتعلموا ان انا ست مش متعلمه. جيرانك واهلك والمنطقه اللي انت عايشه فيها؟ المنطقه اللي انا عايشه فيها طبعا اتعودوا على ناس سعيده واه ما عندهمش مشكله. يعني هم عارفين وانا اتربيت في وسطهم على كده. انما اللي كان بيجي من بره تيجي ست يستغرب راجل يستغرب. يقول لي انت هتركبي لي الايد؟ اقول له انت اللي هتسني لي؟ اقول له واطلع واسن واركب وايادي واعمل المخرطه وكده. ما شاء الله. يعني انا ممكن امسك حته الصلب المنشار الرخام او حته السوسته بتاعت العربيه المكسوره اطلعها اله يعني سكينه جبيح، سكينه شط، تزلك سليخه للجزار. ما شاء الله. واخد من يعني اخد منهم. والزباين يحبوا ان انت تعملي لهم شغل؟ ما فيش مشكله يعني. والزباين يحبوا ان انا اللي من تحت ايدك بكفاءه وزي يحبوا ان انا ياخدوا مني. يا سلام. اخويا بيبقى موجود يقول له لا معلش انا عايز امل. اختي مثلا لا انا عايز امل. واحده مثلا جايه تسن انا عايزه امل. الحمد لله ان شاء الله. لا الاول كنت صغيره يعني. ولما كبرت بقيت ام سعيد. معايا ابني سعيد. طيب لو الزمن رجع بيكي ورا ايضا الست ام وليد تشتغلي سائق تاكسي؟ مش مشكله. اكيد اكيد. قولي لي هي الشغلانه مربحه يعني تقضي ايضا يعني حاجتك ولا؟ لو عربيه معلاش اقساط وعربيتي ويعني عربيتي السواق يعني عربيتي ومعلاش اقساط لا مربحه مش وحشه. مش وحشه. حلو. يعني تكفي حاجه تكفي. اسره يعني تكفي. وانت تبقي سعيده بس يكون معلاش اقساط تكفي. يعني وقت ما كنت بتشتغلي اكتر في التاكسي قبل العربيات الخاصه وزباينك وكده ازاي كنت بتتعاملي مع زملاء المهنه من الرجال؟ هل كان في لغه مشتركه بينكم؟ هل كان في نوع من التعاون؟ فكره الجراشات مثلا لو بتركني في جراش؟ حياه سائق التاكسي يعني؟ لا انا يعني احيانا اكون ماشي الاقي مثلا سواقين تاكسي الابيض دول متجمعين في مكان واقفين يغسلوا عربياتهم بيشربوا شاي بعض الاماكن كده واقفين يدردشوا مع بعض شويه بالزبط. فتره راحه. هل انت كنت يعني ده كان ميسور بالنسبه لك ولا يعني عن قريب كده؟ كان من حوالي 10 سنين كنت بقف تحت كوبري 6 اكتوبر في العجوزه. وفعلا كنت متعرفه على 5-6 سواقين من عندنا من المنطقه. كنا بنروح. منين يا ام وليد؟ نعم. السكن في حضرتك فين؟ انا في الخلفاوي. في الخلفاوي شبرا. اجدع ناس. ربنا يخليك. فكنا نروح نقعد تحت الكوبري نشرب شاي اللي عربيته فيها حاجه بيقول انا عربيتي كذا انا حاسس بعربيه فيها كذا كده نتكلم مع بعضينا في امور الشغل بس. انا بعتقد انه في بعض الافلام يمكن في السينما او الدراما تناولت كده عمل المراه سائق تاكسي. هل شفتي حاجه في عامله كامل؟ الى اي مدى في واقع يعني شايفه انه ده متصل بالواقع ولا بعيد عنه؟ لا مش بعيد. مش بعيد. لا مش بعيد. حد اتصل من بيكي او كده او حاول يتعايش معاكي يوم او اتنين عشان يشوف طريقه عملك مثلا فبالتالي ما حصلش؟ لا. بس هو دور بتاع عامله كامل. ممكن يحصل. ممكن يحصل. ممكن يحصل مع اي ست سواق. زبون يرخم عليها ولا حاجه. بس هي مش هتحطه على الشبكه يعني. مش طيب. هتحطه على الشبكه دي زياده شويه. على ذكر الزبون رخم عليها، في مواقف صعبه قابلتك في حياتك اثناء العمل في التاكسي؟ ايوه مره من حوالي كذا سنه يعني. طبعا كنت غير كده. وانا ما بشتغل ببقاش لابسه كده يعني. لابسه قميص وبنطلون. حاجه واسعه بقى قميص وبنطلون تستحمل المجهود. والرابطه دي زي ما هي كده وطالعه من عند جامع مصطفى محمود كنت بشرب قهوه. في المهندسين؟ في المهندسين. فلقيت واحد لابس جلابيه بيضة وحاطط التلفيحه كده على الشال ده على كتفه فشاور لي تاكسي. رحت واقفه قال لي ممكن مصر الجديده؟ قلت له اتفضل. فهو مجرد ما ركب جنبي كده فقال لي كنا بقينا عند فندق النبيله. قال لي بصص لي بقى هو اول ما ركب كده عامل لي كده بيبص لي فقلت ايه ده في ايه؟ بيبص لي متنح كده وبص لرجليا وكده وانا شغاله. فعند فندق النبيل قال لي بيشوفك بتسوق ازاي يعني وكده الامور. فعند فندق النبيل قال لي ممكن اعزمك على ازازه بيره في امون؟ قلت له بيره؟ قال لي قلت له بس على فكره انا بشرب خمره ما بشربش بيره. قال لي عيني. قلت له ماشي عيني خش على الامون.
تحت كوبري قدام سفينكس. قدام سفينكس كان في كمين واقف على طول ثابت لو تفتكر حضرتك. الكمين ده كان ثابت ما بيتحركش. روح داخله في وسط الكمين. فالظابط والامناء قاموا. فبقول الظابط بص لي كده، رحت نزل من العربيه بهدوء، قلت له يا باشا المعلم بيعزم عليا بازازتين بيره في امون. فانا قلت له انا بشرب خمره، ايه راي حضرتك اخش معاه ولا اعمل ايه؟ فلف له قال له انزل لي تعالى هنا، دي منظر واحده هتشرب بيره ولا خمره؟ الست الشقيانه دي هتشرب معاك بيره ولا خمره؟ صحيح. لو هي كده ما كانتش اشتغلت الشغلانه دي. قال له كده والله. قال انت عايزه منه كام؟ قلت له عايزه منه 10 جنيه. قال له انا راكب مع مصطفى محمود 2 جنيه بس. قال له اديها 10 جنيه، ما كنت هتسقيها بيره ازاي؟ بس خدت منه 10 جنيه ومشيت. الله ينور. سلمته. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. الحاجه امل شغل سن السكاكين في مواسم؟ يعني مثلا زي عيد الاضحى مثلا. هو الموسم بتاعنا بتاع العيد الاضحى. بتستعدوا له من قبلها بقد ايه؟ بشهر. وايه طبيعه السكاكين اللي بتتسن وبتشتغلوا فيها الجزارين؟ قبلها بشهر. بنحضر اللي هو كذلك الدبيح بالنسبه للي عشان الجزارين هم اغلبيه اللي طبعا بتبقى موسم عندهم. في حاجه اسمها كزلك دبيح، كزلك بيعه، سطور، سكينه شط، المجاوز، القنانير اللي هي بتعلق فيها الخروف والعجل دي لازم، والقرم. الحاجات دي كمان بتجهزوها وبتسنوها؟ بنجهزها يعني قبلها بشهر. والسطور ده بتسن برضو؟ كل حاجه بتسن، السطور بيتسن، سكينه الشط لازم تسن، الدبيح بيتسن. ايه سكينه الشط دي يعني؟ هقول لحضرتك. العجل لازم يكون فيه سكينه تقيله اسمها سكينه شط. عشان تجيب الظهر بتاع العجل نصين. دي اسمها سكينه شط. كويس. بيستعملها اللي هو اسمه الشطات. مش الجزار بس يعني؟ لا، الجزار حاجه والشطات حاجه. الشطات ده تبقى دي كانه منشار بيشق بالظبط. بس لازم تكون تقيله عشان تنزل على على العجل تكسر. وكمان تبقى حاميه يعني. لازم تبقى حاميه. انت اتعلمت تقيله؟ اتعلمت الدبيح ولا حاجه؟ لا. انت بتسن لهم السكاكين بس؟ اسني بس. بتتعاملي مع افراد بس ومواطنين في المذبح، ولا ممكن يجي لك محلات جزاره كبيره؟ كتير. محلات كتير. مثلا فنادق، مطاعم؟ من كل ناحيه. من كل ناحية. مطاعم، فنادق، ممكن اللي هم الجزارين. لكن الفنادق بتجيني مثلا عدته كل اسبوع. لازم تستنى تبقى عدد بقى نجيفه كده، حاجات نجيفه. في تطور في صناعه السكاكين وبالتالي في سنها؟ هو اولا السكاكين دي انتوا اللي بتعملوها هنا ولا هم بيستوردوها مثلا؟ لا، احنا بنعمل يعني في سكاكين اسمها البلدي. البلدي بتاعتنا. اللي احنا بنصنعها. كويس. في حاجه اسمها بقى الصيني. الصيني. يا دي الصيني مش هنخلص احنا. مش هنخلص احنا من الصيني، لان هي دلوقتي مع اني انا عايزه شغلتنا ما تنقرضش. يعني ما تنقرضش. يعني انا واحده يعني مثلا دلوقتي ما عنديش مكان اعمل، مع اني في ايدي صنعه اعلم ابني واعلم غير ابني. طب وانت علمت حد من ولادك؟ ما انا معلم، لاني ما عنديش مكان. انت بتشتغلي عند اخوك؟ ايوه، بس ده يعني خاله. والخال لا معلش، انا ما ولا هما مش غاويين. انت ما حبيتيش تدخلي ولادك؟ انا هقول لحضرتك حاجه. انا حبيت ان انا ابعد ابني. مش عشان المهنه. لا، علشان انا ما احبش اني حد يزعل ابني. انا علمته. فانا ممكن اعلمه على مكان انا اعمله لنفسي. يبقى ابني وده مكانه. لكن ما احبش ان حد يهين ابني. حتى لو كان اخويا. طب انتوا في مع اخوكي، هل عندكم جيل جديد بقى طالع؟ واحكي لي عن تطور المواد اللي بتستخدموها في عمليه. يعني احنا كنا زمان واحنا اطفال نشوف مثلا واحد شايل حاجه كده على كتفه وماشي، اللي هو بيقول يسن السكاكين في الشوارع، بس ده مش هو ده. ويدور حاجه كده برجله على الحجر. ده اسمه جلخ. مش كده؟ ده يعني اسمه جلخ. ده اسمه جلخ. لكن الحجر بين السن والجلخ. هقول لحضرتك في اسمه حجر ميه. لو حضرتك موجود زي ما اهو. أيوة. الشباب من وقت للتاني التقرير. اللي هو السريع ده اللي هو السريع الكبير. هو ده اسمه حجر ميه. السكينه تفرق هنا بقى. من سن على الهواء. ايوه، هو ده الميه. كويس. ده تفرق عن التاني. الجلخ يخشن السكينه. يخشن السكينه ما ينفعش يذبح بيها.
يا سلام. الجزار ما ينفعش يذبح بيها. اه. لازم يجيبها لي على اسنها له على حجر الميه. اه. عشان تبقى ناعمه على الذبيح. هي السكاكين دي لها عمر افتراضي يعني من كتر السن بيحصل لها ضمور او حضرتك انا عايز افهم قصص هقول لحضرتك حاجه. اه. السكينه اللافرنجي مش عمليه. تتكسر في ثانيه غير سكينتنا البلدي. اه. السكينه البلدي انا بصنعها. تقعد العمر. يعني الارض. بقى من صلب بقى ونار وتركبي لها ايد انت. بجيب المنشار الرخام العاجم بتاع الرخام. اه. وادخلها النار الكور. واحطها على الكور وبعدين حاجه بقى المقص بتاعنا بصنعها زي ما انا عايزه بقى. بتبقى حاجه عجينه في ايدي زي ما انا عايزه. اه. بس انا عايز اسالك حاجه امل. اتفضل. ازاي السكينه بتصل الى هذا الى هذه الحده يعني شفت مره جزار بيذبح العجل وهو واقف. يعني هو حط السكينه تحت. أيوة. وسحب السكينه. ايوه بتبقى يعني طبعا حامية. كان كان ولد شاطر جدا بس واضح ان السكينه دي يعني لازم حامية. بالاضافه انه الجزار شاطر قبل ما قبل ما يعني قبل ما يروح يذبح لازم يجيبها لي اسنها له. ما هو قاعد يجري في عيد الاضحى بيقعد 3 ايام يجري من هنا لهنا من ذبح علشان لما يجي يذبح السكينه لازم تبقى حاميه ما يتعبش سوري الخروف اذا ذبحتهم في احسن الذبحه طبعا ولا والعجل فلازم تكون حاميه. مبسوطه بشغلتك؟ طبعا. شغلتي وشغل جدودي ما شاء الله. وانا ولسه مش عايزه تتقاعدي يعني بتنزلي وبتشتغلي رغم انك علمتي ولادك احسن تعليم وتربيه وبداوا يشقوا حياتهم الحمد لله ورغم ذلك انت مصره يعني. انا مصره واهو انا بقول انا بطلب من رئيسي وبالمناسبه ان انا بهنيه على الافتتاح القناه. والله احنا اللي بنهنيكوا الشعب الجميل ده واحنا وانا بهني نفسي وبهني بلدي كلها. ربنا يبارك لك. طبعا دي اول حاجه وانا بهو بقول له انا عايزه مشروع صغير اعمل فيه مشروع اللي هو انا ده اللي هو انت عايزه يعني صغير. تعملي محل لوحدك خاص لوحدي عشان اعلم ابني عشان ابني وغير ابني ان شاء الله وتحافظوا على المهنه دي من الانقراض بالظبط فكره سن السكاكين لانها لو انقرضت مش هيبقى فيه حد والله وزاره التضامن الاجتماعي يعني يا ريت يا جماعه يعني المناشده دي يكون حد معانا بيشوفنا من وزاره التضامن يعني ولو ماليش نصيب في مشروع او محافظه القاهره او اي مكان نقدر نساعد الحاجه امل والله ده يبقى شيء ولو عظيم ولو ماليش نصيب يعني. ان نعمل مشروع بدل الكشاك اللي بقى يعني كل مواطن كشك والحاجات دي والناس العاطله اللي أيوه. اللي بتيجي ويهددونا الباع الجائلين يقول لك مش احسن ما اروح اسرق وهو ما شاء الله يعني يقدر لو ضرب حيطه يعدي فيها يعني ليه لا ليه ما نمدش ايد المساعده للست امل ومش بالضروره الوزاره اذا كان في حد من الناس الافاضل الخيرين اللي بيشوفنا ويقدر نعمل لها مشروع عظيم دي ست يعني ربنا يبارك فيها ويديها صحه وطول العمر تستحق ان احنا ننحني ليها يعني تقديرا واحتراما والله نشكرك طيب انا يعني معايا دقيقتين كده اخدهم مع الست ام وليد تقول لنا برضو فكره الزباين التاكسي بيتعاملوا معاك ازاي كانوا وقت ما كنت بتسوقي يعني هل كانوا انا نزلت بالسوق وما زلت بس بتسوقي دلوقتي لزباينك بتأجري عربيه لكن زمان لما كنت بتاخدي ورديه 7-8 ساعات في الشارع وكده هل وباجر تاكسي دلوقتي واشتغل بيه برضه يعني باخد تاكسي دلوقتي واشتغل بيه برضه بتأجريه ولا بتاخدي يوميه لا باخد بقى ورديه ارضيه ورديه لكن نسبه من الورديه يا حاجه طبعا نسبة. انا بديله مثلا ايجار اللي انا واخداها منه هو عايز مثلا مني 100 جنيه عايز 150 اديهم له والباقي ليا وساعات ما بيتعملوش لان الارزاق بيد الله سبحان الله ممكن ما يتلموش معايا 150 في 8 ساعات ممكن ما يتلموش لا هي مش 8 ساعات قوي بتبقى مثلا ممكن تبقى 10 ساعات حسب ما اروح حسب ما تروح وما زلت بتسوقي وما زلت بسوق بس الزباين عادي بيتعاملوا مع ام وليد زيها زي اي سائق تاكسي ما فيش اي مشكله يعني لا 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 ما فيش مشكله خالص والتاكسي لابد دلوقتي وبتشغل له عداد وكده وعادي شغل عداد ما هو العداد ده الفاصل حد فاصل ومريح الناس بس في ناس بتلعب في العداد ده بقى بتاعته هو ظبطت واحد انا كده مره كده سبت عربيتي وخدت المسافه يعني في نفس اليوم خدت المشوار مرتين يعني فمع تاكسي والمسافه اقل مثلا فمثلا عمل 17 جنيه عند الثاني عمل 28 جنيه فقلت له على طول انت ما لا ادفع اللي انت على طول قلت له ما انا قلت له بما يرضي الله يعني كده وروح بدل ما احبسك يعني بالظبط كده بالظبط كده بس ينفع العداد يتلعب فيه
بتوع العدادات بيلعبوا فيه. بيلعبوا فيه. بيلعبوا فيه. هيروحوا نار جهنم دول. طبعا هيروحوا نار جهنم، والسواق كمان هيروح نار جهنم. لكن العداد فاصل ما بيني وبين الزبون. شايفاه عادل فكره العداد في يعني الظروف اللي احنا عايشين فيها؟ ايوه العداد حلو مش وحش. معقول. العداد لا انت تظلمني ولا اظلمك. صحيح. مش وحش. طيب طيب انا زعلان قوي، عندي شعور كده انه مشروع التاكسي الابيض ده بدا يتراجع، يعني السيارات بقت تاني متهالكه ومهمله، والسواقين ما بيشغلوش التكييف. وايه ايه قصه انه ليه ما بتشغلوش التكييف؟ ايه هيضر ايه العربيه في انه التكييف يشتغل في نار اغسطس اللي احنا فيها دي؟ مش يعني هيضرها في حاجه. انا اقول لحضرتك على حاجه. في واحد بيجيب عربيه ابيض وعربيه حلوه وكويسه معاه وتمام، يقعد على القهوه ويركبها الاثنين سواقين. فلازم تستهلك. تستهلك. لكن لو عربيتك تحت رجلك ويخاف عليها عمرها ما يجرى لها حاجه، طالما مع السواق يبهدلها. لكن صاحب العربيه اللي بيبقى راكب عربيته بيحافظ عليها، مش هيشتغل له ساعتين ثلاثه ويروح. يعني حضرتك انا عمري ما اديت عربيه لسواق. الله يبارك لك. انا ركبت رينو وركبت داتشا و28، عمري ما امنت على سواق، ما دفعتش تامين سواق، وعمري ما اديت عربيه لسواق خالص. الله يبارك لك. انا اللي بركبها. عايز رساله في نص يعني للشباب، تقولي ايه للشباب؟ انتي كأم كده وست فاضلة، احنا سعداء بك النهاردة، تقولي ايه للأجيال اليومين؟ اقول للشباب اشتغلوا ما تقعدوش على القهاوي، وبطلب من ربنا عربية تاكسي يبقى بتاعتي وادفع قسطها، بس انا ما عنديش مقدمة. انت عايز المقدمة؟ ما عنديش مقدمة. اهي دي تاني رسالة برضو، وزارة التضامن الاجتماعي، الشباب، محافظة القاهرة، ايا كان، اهلنا الناس الطيبين احنا عارفين ان هم بيساعدوا. يعني الحقيقة الواحد لو يستطيع مش هيتردد لحظه واحده في انه يشارك هذه السيده، على الاقل يدخل معها في شراكه، وربنا سبحانه وتعالى يقول انا شارك يعني ثالث الشريكين ما لم ياخذ احدهما الاخر. الست امل عايزه تقول لنا ايه؟ انا عايزه اقول لكل ولاد بلدي ان هم يشتغلوا. وايدي البطاله مش حلوه. تمام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل من عمل يدي. صحيح. انا بشكركم شكرا جزيلا. يعني الحقيقة مش عارف أقول إيه، لكن أنا واثق إن إحنا في حلقة بكرة أو لما ألتقي حضراتكم مرة تانية خلال هذا الأسبوع هيكون عندنا خبر خير بالنسبة للست أمل عاشور والست أم وليد. شكرا جزيلا. أستأذن حضرتك في كلمة؟ تفضل. أنا طلبت موضوع العربية ده على القناة بتاعت يوسف الحسيني الان تي في. وبعتني وزارة التضامن الاجتماعي وكانوا مشكورين، يعني هم اتصلوا ببنك ناصر، بس بنك ناصر عايز ضامن، عايز اجراءات. انا لا عايز ضامن، انا ما عنديش ضامن. ما عنديش ضامن. ضامن ربنا. ربنا رخصتي تضمني. صح. انا معايا رخصه مهنيه. يعني هو اجراءات قانونيه. خلينا نشوف مؤسسه من المؤسسات اللي انا عارف ان شاء الله، يعني ان شاء الله. طيب انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله البلد دي هتفضل بخير ان شاء الله، وتفضل محروسه برعايه الله طول ما عندنا سيدات فضليات وامهات بهذا الشكل بيعلمونا ازاي نكافح ونواجه الحياه وازاي نبني بلدنا. شكرا لكم والى اللقاء.